السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الفرقة الثانية. يسعدني إن أنا أكون معاكم شريف حسام، مدرس مساعد كلية التجارة جامعة القاهرة. هقدم لكم إن شاء الله المراجعة النهائية لمادة رياضة التمويل والاستثمار. إن شاء الله هندرس في المراجعة، هناخد جزئين. الجزء الأول هنتكلم فيه عن الفائدة البسيطة، وهنقسمها لأربع فصول. الفصل الأول هنتكلم فيه عن الفائدة والجملة، الفصل الثاني هنتكلم فيه عن القيمة الحالية والخصم، تالت فصل هنتكلم عن تسوية الديون، وآخر فصل في الفائدة البسيطة هنتكلم عن استهلاك القروض. بعد كده هنتنقل على الجزء التاني، وهنتناول فيه خمس فصول، هما عبارة عن الفائدة والجملة، تاني فصل القيمة الحالية والخصم، ثم تسوية الديون، بعدها الدفعات، وآخر حاجة القروض. طيب نبدأ على طول كده. أول موضوع عندنا أو الفصل الأول هنتكلم فيه عن الفائدة والجملة، ده في الفائدة البسيطة. طيب علشان نقدر نعرف ازاي نحسب الفايدة والجملة، نفتكر كده ان احنا كنا بنفترض ان اول حاجة عندنا ان انا عندي مبلغ واحد، وعايز احسب للمبلغ ده الفايدة بتاعته والجملة. وعرفنا ان الفايدة دي هي عبارة عن العائد اللي هناخده لاستثمار المبلغ اللي هنحطه في البنك. طيب انا لما كنت باجي احسب الفايدة، كنا بنقول ان الفايدة عبارة عن حاصل ضرب المبلغ في المعدل في المدة، اللي هو كان ألف في عين في نون. وكنا ممكن نقول ان الالف هي اللي تبقى مجهولة او العين او النون، كنا ساعتها بنعمل قانون للالف او العين او النون على حسب الحاجة اللي احنا هنحسبها. فكنا بنقول الف بتساوي ف على عين في نون، والعين هتساوي ف على الف في نون، والنون هتساوي ف على الف في عين. طيب يبقى القوانين دي عرفنا منها ازاي نحسب الفايدة، لو هنشتغل على اول قانون في الاول خالص اللي هو الفايدة. بعد كده عرفنا ازاي نحسب الجملة، وقلنا ان الجملة هي عبارة عن الرصيد الاجمالي اللي هيتكون للعميل في نهاية المدة. طيب العميل هيبقى رصيده ايه، او جملة المبالغ اللي هو هيبقى حطها عبارة عن ايه؟ قلنا عبارة عن المبلغ، اصل المبلغ اللي هو حطه زائد الفايدة بتاعته. طيب قلنا ممكن ان احنا نحسب الجملة بطريقة تانية، ان انا اضرب المبلغ ونفتح قوس في واحد زائد عين في نون، هتديني نفس الناتج بتاع الطريقة اللي قبليها. طيب تعالى نشوف كده مع بعض اول سؤال. طبعا السؤال الاولاني ده مباشر جدا، هنا كان مديني ان العميل حط مبلغ 5000 جنيه في بنك بيحسب فايدة بمعدل 15% لمدة 5 سنين. عايزين نحسب الفايدة والجملة. طيب الفايدة قلنا عبارة عن المبلغ في المعدل في المدة، فهنا نضرب المبلغ 5000 في المعدل 15% في المدة اللي هي 5، يديني الفايدة بتاعتنا. بعد كده هنحسب الجملة، هنجمع الأصل زائد الفوائد اللي اتكونت، ويبقى الجملة بتاعتنا 8750. طيب ممكن يجي الفكرة ان احنا نحط المبلغ هو اللي مجهول ويديني الجملة هي اللي معطى. في الحالة دي بنحمل القانون بتاع الجملة ونعوض في القانون بتاعنا عادي، وهنلاقي ان انا عندي في المعادلة في الاخر المجهول واحد، هو ده اللي احنا عايزين نحسبه. زي مثلا ان الالف هنا مجهولة، المعدل كان 12%، المدة 4 سنين، والجملة 22200. هنعوض في القانون بتاع الجملة اللي هو ج بتساوي ألف واحد زائد عين في نون. هنعوض في القانون ده هنلاقي إن 22200 بتساوي الألف واحد زائد عين في نون اللي هي 1 زائد 12% في 4. هنلاقي إن المجهول الوحيد اللي عندي اللي هو الألف، طبعا ضربنا الألف في واحد وجمعناه طلعنا قيمة القوس، طلع 1.48 مضروب في ألف هينزل الناحية التانية في المقام، يبقى الألف هتطلع ب15000. طيب نفس الكلام هنعمله لو النون هي اللي مجهولة. طيب بعد كده هنبدأ نشوف المشاكل الخاصة بالمعدل والمدة. نبتدي الأول بالمشاكل الخاصة بالمعدل. ايه هي المشاكل الخاصة بالمعدل؟ ان ممكن يجيلي المعدل نص سنوي او ربع سنوي او تلت سنوي، ايا كان نوع المعدل هو لازم يتحول الى معدل سنوي. يبقى الربع سنوي والنص سنوي دي اسمها معدل غير سنوي، نحوله في الفايدة البسيطة الى معدل سنوي عشان نقدر نكمل بقية المسألة. طيب نحوله ازاي لثانوي؟ لو كان المعدل نص ثانوي، يبقى احنا هنشوف السنة بتتكون من كام نص، هنلاقي ان انا عندي السنة فيها نصين، يبقى اذا المعدل عشان يحول لثانوي هضرب المعدل بتاعي في 2. طب لو ربع، يبقى هنضرب المعدل الربع ثانوي في 4. لو تلت هنضرب المعدل بتاعنا التلت ثانوي في 3، ولو شهري هنضرب المعدل في 12، وهكذا. يبقى لو كان المعدل اي حاجة غير ثانوي لازم نحوله الى معدل ثانوي. طيب بعد كده هندخل على المشاكل الخاصة بالمدة. هنلاقي ان المدة قد تكون حاجة من 3، يا اما بالسنين او بالشهور او بالايام. فلو بالسنين هنشتغل عليها زي ما هي، اما لو كانت بالسنين هتفضل زي ما هي، اما لو كانت بالشهور هنا بنقسم الشهور بتاعتنا على 12
علشان نحولها لسنين، فيبقى الفايدة عبارة عن ألف في عين في الشهور اللي عندي على 12. طيب الحالة الثالثة لو كانت المدة بتاعتي بالأيام، وهنرمز للأيام بالرمز إيه، هنا هنبدأ نفرق ما بين نوعين. لو كانت المدة بالأيام هيبقى عندي نوعين من الفايدة، النوع الأولاني اللي هي الفايدة التجارية، النوع التاني اللي هي الفايدة الصحيحة. طيب وما بيظهرش النوعين دول غير لو كانت المدة بتاعتي بالأيام. طيب احنا في الفايدة التجارية بنحسبها ازاي؟ كنا بنضرب المبلغ في المعدل في عدد الأيام اللي هي ايه مقسومة على 360. يبقى هنا في الفايدة التجارية بنقسم الأيام على 360. طيب في الفايدة الصحيحة، في الفايدة الصحيحة احنا بنقسم الأيام على 365 أو 366 على حسب مين؟ على حسب نوع السنة. فلو كانت السنة بتاعتي بسيطة هنقسم الأيام على 365، ولو كانت السنة كبيسة هنقسم الأيام على 366. واحنا نقدر نعرف نوع السنة عن طريق ان انا اقسم السنة بتاعتي مثلا 2018، لو حابين نعرف اذا كانت بسيطة ولا كبيسة هنقسمها على 4. لو طلع الناتج رقم صحيح مفهوش كسور تبقى كبيسة، ولو كان فيها كسور تبقى السنة بتاعتي بسيطة. طيب نيجي بعد كده امتى نشتغل على المسألة اللي تجيلنا، كانت المدة بتاعتها بالشهور ولا بالأيام؟ لو كانت المدة بتاعتي جيالي بالشهور صراحة هنشتغل طبعا بالشهور. طيب لو كانت المدة بين تاريخين وكان تاريخ الإيداع هو نفس تاريخ السحب، يعني مثلا حطيت الفلوس يوم 17/3 وسحبت الفلوس يوم 17 أكتوبر، يبقى هنا اليوم هو نفس اليوم، يبقى هنا هنحسب المدة بتاعتي بالشهور. يبقى هنشوف من شهر 3 لشهر 10، 10 ناقص 3 يبقى المدة بتاعتي 7 شهور. نفس الكلام لو جاء تاريخ الإيداع وتاريخ السحب قايل لي فيه أول ومنتصف وآخر، الكلمات دي لو جات لي في التمرين بنحسب المدة بتاعتها بالشهور. طيب نيجي بعد كده امتى نحسب المدة بالأيام؟ المدة بتتحسب بالأيام لو كان مديهالي صراحة جايالي في المسألة بالأيام صراحة، أو لو كان مديهالي بين تاريخين والتاريخين بتاع الإيداع والسحب مختلفين عن بعض، يعني إن هو حاطط لي مثلا الفلوس مش في نفس اليوم، كنا قايلين مثلا إن هنا 17 وهنا 17 كده متشابهين، إنما لو كانوا مختلفين عن بعض يعني مثلا هنا 17 وهنا يوم 25، يبقى في الحالة دي تاريخ يوم الإيداع مختلف عن يوم السحب، وفي الحالة دي هنحسب المدة بالأيام. مثل لو هنا 17 مارس وسحبنا الفلوس يوم 22 أكتوبر، هنا هنحسب المدة اللي بينهم بالأيام. طيب تعالى نبدأ نشوف بعد كده. قلنا في بعض الملاحظات نخلي بالنا منها، إن هي لو كانت المدة بالأيام وما حددش في المسألة إن احنا نحسب طريقة تجارية ولا صحيحة هنشتغل طبعا بالطريقة التجارية فقط. طيب لو كان جايب لي عدد الأيام جاهز في المسألة ومحددش نوع السنة، هي السنة بتاعتي بسيطة ولا كبيسة، هنا في الحالة دي هنعتبر إن السنة بتاعتنا بسيطة، وفي الحالة دي هنقسم الأيام على 365 وهنعتبر إن شهر فبراير 28 يوم. طيب شهر فبراير هنا هو حالة خاصة، احنا بنقول إن شهر فبراير إما بيبقى 28 يوم يا إما 29 يوم على حسب نوع السنة. فلو السنة بتاعتي بسيطة بيبقى 28 يوم، ولو السنة بتاعتي كبيسة بيبقى شهر فبراير 29 يوم. طيب السنوات الكبيسة احنا قلنا بتيجي كل 4 سنين، ممكن نعرفهم مباشرة، فنبدأ دايما من سنة 2000 ونفضل نزود 4 سنين، فيبقى عندي السنين الكبيسة هي سنة 2000، 2004، 2008، 2012، 2016، 2020 وهكذا، انا كل مرة بزود 4 سنين، فيبقى ابدأ من 2000 وافضل زود كل مرة 4 سنين، هنعرف السنوات الكبيسة مباشرة من غير ما نقسم على 4. طيب الشهور اللي عندي، انا عندي الشهور بتتكون اما من 30 او 31 يوم. طيب الشهور اللي هي بتتكون من 31 ممكن نبقى عارفينها دايما ونبقى عشان نبقى عندنا سرعة في واحنا بنحل في المسائل. فالشهور اللي 31 يوم هي شهر 1 وشهر 3 وشهر 5 وشهر 7. بعد كده هنقلب الشهور التاني الباقية من السنة اللي هي الشهور الزوجية اللي هي شهر 8 و10 و12. يبقى احنا لحد شهر 7 بناخد الشهور الفردية، بعد كده بنقلب الشهور اللي باقية شهور زوجية، فيبقى هي دي الشهور اللي هي بتتكون من 31 يوم. الشهور اللي باقية هي 30 يوم ما عدا شهر فبراير، بيبقى 28 يوم في حالة السنة البسيطة، وبيبقى 29 يوم في حالة السنة الكبيسة. طيب امتى ازاي بنحسب المدة لو كانت واقعة ما بين تاريخين؟ بنلاقي ان
طريقة الحساب المدة، بناخد أول حاجة عدد الأيام اللي باقية من شهر الإيداع، فلو حطينا الفلوس يوم 17/3 هناخد الأيام اللي باقية من شهر 3، وبعد كده هنكمل عدد أيام الشهور اللي تقع ما بين شهر الإيداع وشهر السحب، يعني هناخد الشهور اللي في النص ما بين شهر 3 لشهر 10، يبقى هناخد شهر 4 و5 و6 و7 و8 و9، الشهور دي هناخدها بالكامل. بعد كده هنحط الأيام اللي باقية اللي هي دخلت معايا في شهر السحب، يبقى معنى كده إن أنا هاخد أول حاجة الأيام اللي باقية من شهر 3، بعد كده هناخد شهر 4 و5 و6 و7 و8 و9 اللي هي الشهور اللي مقع في النص ما بين شهر الإيداع وشهر السحب، الشهور دي هناخدها كاملة. بعد كده هناخد الأيام اللي دخلت معايا في شهر السحب ونجمع الأيام دي، هيبقى هي دي المدة بتاعت المسألة بتاعتي. طيب تعالى ندخل بعد كده على العلاقة اللي بتربط ما بين الفايدة التجارية والفايدة الصحيحة. أنا عندي في العلاقة الأولى هي بنسميها علاقة النسبة، تاني نوع بنسميها علاقة الفرق. طيب احنا في علاقة النسبة بنقدر نستخدمها في حالة لو كان مديني فايدة من الفايدتين، يعني مثلا مديني الفايدة الصحيحة وعايز يحسب التجارية أو العكس. فمثلا لو كان مديني، نفترض الأول إن لو السنة بتاعتي سنة بسيطة وكان مديني الفايدة الصحيحة هي اللي معطى وعايزين نحسب الفايدة التجارية، هنا هنقول الفايدة التجارية عبارة عن 73/72 مضروبة في ف ص، النسبة دي ثابتة، يبقى أنا لو هحسب فايدة تجارية هقسم 73/72 مضروبة في قيمة الف ص اللي هي بتبقى معطى. طب لو عايز أعمل العكس هنقلب النسبة، يبقى لو عايز أحسب الفايدة الصحيحة هنقوم قايلين الفايدة الصحيحة بتساوي 72/73 في ف ت، طبعا في الحالة دي بيبقى الف ت هي اللي معطى. طيب لو افترضنا ان السنة اللي كانت جاية لي سنة كبيسة، في الحالة دي بنقول ان الفايدة التجارية عبارة عن 61/60 في ص، يبقى في الحالة دي النسبة هتتغير لو كانت السنة كبيسة، هيبقى الفايدة التجارية عبارة عن 61/60 مضروبة في ف ص، ولو كنا عايزين نحسب الفايدة الصحيحة هنقلب النسبة تبقى 60/61 في ف ت، يبقى العلاقة بتاعت النسبة دي نقدر نستخدمها في حالة لو هو مديني واحدة من الفايدتين وعايز يحسب الفايدة التانية. طيب تاني نوع من العلاقة هي اسمها علاقة الفرق. طيب علاقة الفرق بقدر استخدمها لو كان مديني الفرق وعايز احسب واحدة من الاتنين او عايز احسبهم هما الاتنين. فمثلا لو افترضنا ان السنة بسيطة وكنا عايزين نحسب الفايدة التجارية ومديني الفرق في المسألة معطى، يبقى الفايدة التجارية هنا هتساوي الفرق مضروب في 73 مباشرة، هنضرب الفرق في 73 يطلع قيمة الفايدة التجارية. طيب لو كنا عايزين نحسب الفايدة الصحيحة هنضرب الفرق في 72. طيب لو كانت السنة كبيسة في الحالة دي هنقول ان الفايدة التجارية عبارة عن الفرق في 61 والفايدة الصحيحة هتبقى الفرق في 60. طيب تعالى ناخد فكرة عنهم. مسألة مثلا هنا كان مديني في المسألة إن اقترض شخص مبلغ ما في عام 2007. 2007 هي من السنوات البسيطة، عايز تتأكد اقسم على 4 هنلاقي الناتج فيه كسر، معنى إن الناتج يبقى فيه كسر لما نقسم على 4 يبقى السنة دي بتاعتي سنة بسيطة. طيب عايزين نحسب، قال لي اقترض مبلغ ما، طبعا المبلغ مجهول، قال لي بمعدل معين، برضو المعدل مش معطى، في نهاية مدة معينة، يبقى كل المعطيات بتاعت ألف وعين ونون اللي أنا بحسب بيها الفايدة بالطريقة التقليدية مش موجودة. طيب هنا مديني مين معطى؟ قال لي وجد أن الفايدة التجارية المستحقة هي 6500، يبقى دي قيمة الفايدة التجارية اللي هي فيه تي، عايز يحسب الفايدة الصحيحة. طيب طالما أن هو مديني واحدة من الاتنين أقدر أحسب التانية بعلاقة النسبة. طيب علاقة النسبة بتقول ايه في حالة لو السنة بسيطة؟ الفايدة الصحيحة بتساوي 72/73 مضروبة في الف ت، يبقى انا هقسم ال 72/73 في الفايدة التجارية اللي هي مديهالي معطى في 6500، هيطلع لي ان الفايدة الصحيحة 6411. هنلاحظ ان الفايدة الصحيحة دايما اصغر من الفايدة التجارية، الفايدة التجارية كانت مديهالي 6500، اما الفايدة الصحيحة اللي طلعت تلات اقل منها اللي هي 6411. طيب ممكن ان هو يديني المسألة برضو بنفس المسألة، قال لي اودعنا مبلغ 40,000 في يوم 15 فبراير في معدل معين، المعدل هنا كان مجهول، قال لي وفي يوم 18/8 او اغسطس من نفس العام
وجدنا ان الفايدة الصحيحة المستحقة له 3025. عايزين نحسب الفايدة التجارية، هنا هحسب الفايدة التجارية بعلاقة النسبة برضو لان هو مديني الفايدة الصحيحة، هستخدم علاقة النسبة واجيب الفايدة التجارية. بعد كده هعوض من قانون الفايدة التجارية او من قانون الفايدة الصحيحة، هعوض فيه واطلع المعدل. طيب تعالى نشوف، يبقى الفايدة التجارية بتساوي، هنحط علاقة النسبة هنا، الفايدة التجارية هنقسم 73 على 72 في ص، يبقى 73 على 72 في 3025 هيطلع لي 3067، دي كده الفايدة التجارية. طيب عشان نحسب المعدل، هو كان مديني تاريخ الإيداع وتاريخ السحب. تاريخ الإيداع 15 فبراير، وكان تاريخ السحب يوم 18 أغسطس. هنحسب المدة اللي بينهم، طبعا هاخد الأيام اللي باقية من شهر فبراير، هيبقى 13 يوم. بعد كده هناخد شهر 3 و4 و5 و6 لحد ما نوصل ل8، يبقى أدي شهر 3 و4 و5 و6 و7، وهقف عند شهر 8. طبعا مش هناخد شهر 8 كله، هاخد الأيام اللي دخلت معايا في شهر 8 فقط اللي هم 18 يوم. يبقى في الحالة دي هنجمع، هيطلع لي إن المدة 184 يوم. طيب نحسب بقى من قانون الفايدة التجارية أو من قانون الفايدة الصحيح، هستخدم اللي يعجبك. طيب يبقى الفايدة التجارية بتساوي أ في ع في ن أو في ه على 360، يبقى هنعوض الفايدة التجارية هي اللي معطى، والألف معطى، والمعدل هو المجهول، والأيام أنا حسبتها 184 يوم على 360. اضرب ال 40,000 في 184 على 360، هيطلع لي الناتج، نوديه الناحية التانية مقسوم، هيطلع لي إن المعدل 15 من 100، هضربه في 100 عشان يتحول لنسبة. طيب نفس الكلام، انتوا خدوا المسألة دي وحلوها لوحدكم. لو كان مديني الفرق بين الفايدتين التجارية والصحيحة لمبلغ قيمته 30,000 استثمر بفايدة بسيطة لمدة 215 يوم من عام 2012، خلي بالكوا 2012 دي سنة كبيسة، عايزين نجيب الفايدتين. طيب هنا مديني الفرق، يبقى انا اقدر من علاقة الفرق اطلع الفايدتين التجارية والصحيحة. طيب بعد ما اجيب الفايدتين عايزين نحسب المعدل، هنعوض في القانون نفس اللي انا عملته في السؤال اللي فات علشان اطلع المعدل. طيب تعالى ندخل بعد كده على العلاقة الفايدة والجملة لعدة مبالغ غير متساوية. طيب انا عندي هنا في قانون بنستخدمه اسمه طريقة النمر، نقدر نجيب بيه مجموع الفوائد لأكتر من مبلغ في نفس الوقت. طيب القانون بتاعي ده عبارة عن ايه؟ ان احنا بناخد من القوانين اللي هي ألف عين في نون زائد ألف عين. انا عندي مثلا فايدة ثلاث مبالغ، هيبقى عندي فيه واحد وفيه اتنين وفيه تلاتة. طيب لو عوضنا عن كل فيه منهم، هيبقى ألف عين في نون زائد ألف عين في نون للمبلغ التاني زائد ألف عين في نون للمبلغ التالت وهكذا. احنا بناخد منهم عين عين عامل مشترك، وفي الحالة دي بيبقى عبارة عن القانون عبارة عن مج فيه بتساوي العين عامل مشترك، وهيتفضل حاصل ضرب كل مبلغ في مدته. فلو كانت المدة بالسنين هناخد العين بس عامل مشترك، ويبقى اللي بين قوسين هنحط حاصل ضرب المبلغ الأول في المدة بتاعته اللي هي نون زائد المبلغ التاني في مدته زائد المبلغ التالت في مدته وهكذا. طب لو كانت المدة بتاعتي بالشهور، هناخد هنا المعدل عامل مشترك، وهناخد 1/12 كمان عامل مشترك عشان المدة بالشهور. وبعد كده هنفتح قوس ونضرب حاصل ضرب كل مبلغ في المدة بتاعته اللي هي في الحالة دي هي عبارة عن المدة بالشهور. نفس الكلام في حالة لو كانت المدة بالشهور بالأيام، هنا هناخد العين عامل مشترك، وهناخد 1/360 في حالة لو أنا هحسب مجموع الفوائد التجارية، وهاخد 1/365 أو 366 في حالة لو أنا هجيب مجموع الفوائد الصحيحة. فيبقى العبارة عن العين في 1/360 في حاصل ضرب ألف فيه لكل مبلغ، يعني ألف واحد فيه واحد زائد ألف اتنين فيه اتنين وهكذا. في حالة لو أنا هحسب مجموع الفوائد التجارية، هنغير بس المقام في 1/360 ل1/365 أو 366، ودول بيختلفوا على حسب نوع السنة علشان احسب مجموع الفوائد الصحيحة. طيب بعد كده بعد ما بنجيب مجموع الفوائد، اقدر اجيب الجملة ان انا اجمع مجموع المبالغ كلها زائد مجموع الفوائد اللي حصلت، يبقى انا هجمع مج الف زائد المج في، هنا هيطلع لي الجملة بتاعت المبالغ اللي انا حطيتها في البنك. طيب نيجي بعد كده، ها لو جينا بصينا على المثال ده، قلت لك احسب مجموع الفوائد او الجملة باستخدام الطريقة التجارية الصحيحة.
طبعا هنا التاريخ بتاع كل مبلغ من ده هو عبارة عن تاريخ الإيداع، وهو قال لي هنسحب الجملة يوم 15/7، يبقى في الحالة دي بنحسب التاريخ من تاريخ الإيداع بتاع كل مبلغ إلى تاريخ السحب بتاع اللي احنا هنحسب فيه الجملة. يبقى أول المبلغ هيتحسب مدته من 5/2/2015 ل 15/7، تاني مبلغ هيتحسب من 13/3 إلى 15/7، تالت مبلغ من 10/5 ل 15/7. يبقى احنا كده هنطلع المدد بتاعت كل مبلغ منهم. بعد كده بنجيب مجموع الفوائد زي ما اتفقنا بالقانون بتاع النمر، اللي هو هناخد المعدل العام المشترك في 1/360 مضروبة في حاصل ضرب كل مبلغ في المدة بتاعته، ويطلع لي مجموع الفوائد التجارية. بعد كده هنجمع المبالغ كلها زائد مجموع الفوائد بتاعتها، يطلع لي الجملة. نفس الكلام في الطريقة الصحيحة. طيب ندخل بعد كده على الجزء اللي باقي في الفصل ده، هو عبارة عن الدفعات. طيب الدفعات هي عبارة عن مبلغ متساوي بيدفع بشكل منتظم أو بشكل دوري. طيب بنجيب ازاي مجموع الفوائد؟ لو أنا شغال على دفعات، بنيجي ناخد المعدل الميم اللي هي قيمة، نقول مجموع الفوائد عبارة عن ميم اللي هي عبارة عن قيمة الدفعة في المعدل في 1/12، والقيمة دي ثابتة اللي هي 1/12، عشان هنا احنا بنتعامل مع الدفعات بالمدد بتاعتها بالشهور، فيبقى 1/12 دي هتفضل معايا ثابتة. في نون على 2، النون دي هي عبارة عن عدد الدفعات في س1 + س2، أو بنقول س + ص. طيب س1 هنا هي عبارة عن مدة الدفعة الأولى، وس2 هي مدة استثمار الدفعة الأخيرة. ده القانون اللي هنحسب منه مجموع الفوائد. طيب لو عايزين نحسب الجملة، بنقول إن الجملة عبارة عن مجموع الدفعات زائد مجموع الفوائد بتاع الدفعات. مجموع الدفعات اللي هي عبارة عن حاصل ضرب ميم في نون، طيب بعد كده زائد مجموع الفوائد، هو القانون اللي فات اللي هو زائد الميم في عين في 1/12 في نون على 2 في س1 + س2. طيب تعال نشوف كده مثال. بيقول لي أودع شخص مبلغ 1000 جنيه كل شهر. يبقى هنا دي مدة الدفعة الواحدة اللي هي كل شهر. طيب بيقول لي في أحد البنوك وذلك خلال عام 2017، يبقى المدة بتاعتي كلها إن أنا هعمل إيداعات لمدة سنة اللي هي عام 2017 بمعدل فايدة 10% سنويا. ده المعدل. بيقول لي احسب مجموع الفوائد في نهاية السنة إذا كان مرة عايزين نحلها لو كان الإيداع أول كل شهر، ومرة لو كان الإيداع آخر كل شهر، ومرة لو كان الإيداع في أول ومنتصف كل شهر. طيب احنا بنعمل ايه هنا؟ اول حاجة بنعملها ان انا احسب عدد الدفعات. طب بنحسب عدد الدفعات ازاي؟ بنقسم المدة بالكامل اللي هي مدة الدفعات بالكامل على مدة الدفعة الواحدة. طيب تعال نفترض ان انا شغال على الحالة الاولى اللي هي لو كان الايداع اول كل شهر. طيب يبقى هنا المدة كلها ان انا هعمل ايداع لمدة سنة اللي هو 12 شهر على مدة الدفعة الواحدة اللي هي الدفعة الواحدة هتدفع كل شهر، يبقى على 1، يبقى 12/1 هيطلع لي كده عدد الدفعات اللي هي 12 دفعة. طيب بعد كده تعالى نحسب مدة الدفعة الأولى، مدة استثمار أول دفعة، ومدة استثمار الدفعة الأخيرة. طيب احنا في هنا مفترضين أو بنحل على لو كان الإيداع أول كل شهر، معنى كده إن أول دفعة هتدفع أول يناير في 2017. طيب أنا لما هدفع أول يناير وعايز أحسب المدة من أول يناير حتى نهاية السنة، يبقى في الحالة دي أول دفعة هتبقى المدة بتاعتي عبارة عن 12 شهر، لأن أنا بدأت في 1/1 وهاخد المدة من 1/1 لحد نهاية السنة، يبقى كده الدفعة الأولى هتقعد 12 شهر المدة بتاعتها. طيب آخر دفعة اللي هي س2 أو بنسميها صاد، عبارة عن هتدفع آخر دفعة في أول شهر 12، يبقى في الحالة دي هي هتقعد من أول 12 لحد نهاية السنة، هيبقى الدفعة الأخيرة عندي 1 شهر. يبقى أنا كده حضرت 3 حاجات قبل ما أعوض في القانون. أول حاجة بنحسب عدد الدفعات، ونحسب مدة الدفعة الأولى، ونحسب مدة الدفعة الأخيرة. طيب نيجي بقى نعوض في القانون بتاع مجموع الفوائد اللي هو ماجي فيه، اللي هو عبارة عن ميم في عين في 1/12 في نون على 2، قلنا في س + ص أو س1 + س2. طيب تعالى نعوض. يبقى الميم اللي هي قيمة الدفعة اللي هي 1000
في المعدل اللي هو 10%، في المعامل اللي هو 1/12، في عدد الدفعات على 2 اللي هم 12 دفعة على 2، في مدة الدفعة الأولى زائد الأخيرة اللي هي 12 زائد 1 اللي هو يديني 650. طيب في حالة لو كانت الدفعة آخر كل شهر، هنا هنحسب برضو 3 حاجات في الأول اللي هم عدد الدفعات ومدة الدفعة الأولى ومدة الدفعة الأخيرة. طيب عدد الدفعات القانون مش هيتغير، لأن أنا بحسب المدة بتاعت الدفعات بالكامل على مدة الدفعة الواحدة. طيب يبقى احنا معنى كده ان عدد الدفعات ثابت مش هيتغير، 12 دفعة. طيب نيجي نحسب مدة الدفعة الأولى، هنلاقي ان الدفعة الأولى اتدفعت في آخر الشهر، يبقى أول دفعة عندي في آخر شهر واحد، يبقى شهر واحد كده مش هيتحسب في السنة. يبقى معنى كده ان المدة اللي باقية من السنة هي هتبقى عبارة عن 11 شهر. يبقى معنى كده ان الدفعة الأولى هتبقى عبارة عن المدة كلها ناقص مدة الدفعة الواحدة اللي هي شهر. يبقى 12 ناقص 1 يديني أول دفعة هتقعد 11 شهر عندي. طيب آخر دفعة هنلاقي إن هي بتساوي 0، علشان إحنا دفعناها في آخر 12، يبقى المدة اللي باقية حتى نهاية السنة مفيش حاجة باقية، لأن أنا دفعت في نهاية الشهر بتاع شهر 12. يبقى معنى كده إن الدفعة الأخيرة مش هيبقى باقي منها حاجة علشان نوصل لنهاية السنة، يبقى في الحالة دي هتبقى مدتها بتساوي 0. طيب هنعوض، هنجيب مجموع الفوائد، هنقول مج ف بتساوي الميم في ع في 1/12 في نون على 2 في س زائد ص، هنعوض في القانون ونطلع المج ف. طيب الحالة التالتة هي الحالة الخاصة، إن أنا باجي أقول إن أنا بعمل إيداع في أول ومنتصف كل شهر. يبقى معنى كده إن إحنا بنعمل إيداع مرتين في الشهر مش مرة واحدة. يبقى معنى كده إن أنا عشان أطلع عدد الدفعات هنيجي نضرب المدة بتاعتي في عدد المرات بتاعت الشهر الواحد، فأنا عندي 12 شهر، في كل شهر منهم هدفع مرتين، فيبقى معنى كده عدد الدفعات هضرب 12 في 2، يبقى الدفعات اللي عندي هيبقى 24 دفعة. طيب تاني حاجة عايزين نحسب مدة الدفعة الأولى ومدة الدفعة الأخيرة. طب بنحسبهم ازاي؟ بنيجي نقول أول دفعة هتدفع في أول الشهر بتاع يناير، يبقى معنى كده هتقعد من أول يناير حتى نهاية السنة هتبقى مدتها 12 شهر، والدفعة الأخيرة هتدفع هتبقى في نص شهر 12، لأن أنا في كل شهر من الشهور بدفع مرة في أوله ومرة في نص. طيب أنا كده أول دفعة كانت اللي في أول يناير، تاني دفعة اللي في نص يناير، تالت دفعة اللي هي في أول فبراير، رابع دفعة اللي هي في نص فبراير، وهكذا. طيب لما نيجي نوصل عند الآخر خالص هنلاقي إن الدفعة الأخيرة اللي هي هتبقى في نص 12، يبقى معنى كده إن آخر دفعة هتقعد من نص 12 لحد نهاية شهر 12، يبقى آخر دفعة هتقعد معايا نص شهر. طيب نيجي بقى نعوض في القانون بتاع الفوائد، مجموع الفوائد هيطلع إن مجموع الفوائد هيساوي 2250. ولو عايزين نحسب الجملة، كل اللي احنا بنعمله ان انا بضرب ميم في نون زائد مجموع الفوائد اللي انا حسبتها، يبقى هنا هضرب قيمة الدفعة اللي هي 1000 في عدد الدفعات اللي هي 24 زائد مجموع الفوائد اللي هو 2250، يطلع لي الجملة بتاعتي اللي هي 25250. طيب نيجي ندخل على لو جاب لي مسألة كان فيها مثلا ايداعات ومسحوبات، قال لي اودع شخص في بنك مبلغ 200 جنيه كل اول كل شهر من الست شهور الاولى من عام 2017، وكان بيسحب 50 جنيه اول ومنتصف كل شهر من الشهور الاربعة الاخيرة من نفس العام، عايزين نحسب رصيد هذا الشخص في نهاية 2017. طيب الرصيد معناه ايه؟ عبارة عن الايداعات كلها ناقص المسحوبات، يبقى الرصيد هو عبارة عن جملة الايداعات ناقص جملة المسحوبات. هنا أنا محتاج أحسب حاجتين، عايز أحسب جملة الإيداعات الأول بعد كده أشيل منها جملة المسحوبات. طيب لو جينا نحسب كده جملة الإيداعات هنلاقي إن الإيداعات عبارة عن دفعات، يبقى معنى كده إن الجملة هتبقى م في ن زائد م في ع في 1/12 في ن على 2 في س زائد ص أو س 1 زائد س 2. طيب نعوض، يبقى م في ن عدد الدفعات قد إيه؟ تعالى نحسبها كده مع بعض. انا قلت لك ان احنا بنحط اول كل شهر، يبقى مدة الدفعة الواحدة شهرية، يبقى نون شرطة
اللي هي مدة الدفعة الواحدة واحد لمدة 6 شهور. يبقى معنى كده ان مدة الدفعات بتاعتنا اللي هي اللي هنحسبها اللي هي بتاعت الايداعات 6 شهور، يبقى هنقسم 6 على 1 يطلع لي عدد الدفعات بتاعتي 6. يبقى معنى كده ان انا هضرب الميم في النون بتاعتها اللي هي 6 اللي هم 6 دفعات، زائد الميم اللي هي 200 في المعدل اللي هو 6% في 1/12 اللي هو المعامل اللي هو ثابت، في عدد الدفعات على 2 اللي هو 6/2 في، تعالى نحسب بقى السين واحد وسين اتنين اللي هي سين او صاد. تعالى نحسب مدة الدفعة الاولى ومدة الدفعة الاخيرة. طيب مدة الدفعة الاولى تعالى كده نشوف، هو احنا اول دفعة اتدفعت امتى؟ احنا اول دفعة قلنا اول كل شهر من ال6 شهور الاولى، يبقى معنى كده اول دفعة اتدفعت في اول يناير. طيب هتتحسب لحد نهاية السنة، عشان احنا هنوصل عايزين نحسب الرصيد في نهاية 2017، يبقى اول دفعة هتقعد معايا 12 شهر لانها من اول يناير حتى نهاية السنة. طيب نيجي عند اخر دفعة اللي هي سين 2، هنلاقي ان هي اتدفعت في اول شهر 6. طيب هنحسب من اول 6 لحد نهاية السنة، فلو عدينا كده من شهر 6 لحد نهاية السنة هنلاقي ان احنا عندنا شهر 6 و7 و8 و9 و10 و11 و12، عددهم 7 شهور، يبقى اخر دفعة هتقعد معايا 7 شهور. طيب يبقى نجمع هيطلع ان الجملة بتاعتي 1257. طيب تعالى تتنقل على حساب جملة المسحوبات. طيب الجملة القانون بتاعها هو هو، الاختلاف ان انا بدل ما هشتغل على الايداعات اللي هي بقيمتها 200 جنيه، هنشتغل على اللي هي المسحوبات اللي هي بقيمة 50 جنيه. طيب احنا كنا بنسحب 50 جنيه اول ومنتصف كل شهر من ال4 شهور. طيب قلنا لو كانت اول ومنتصف كل شهر يبقى احنا بنقول الدفعات بتدفع مرتين في الشهر، ونضرب المرتين في عدد الشهور اللي عندي اللي هي لمدة 4 شهور. يبقى معنى كده الدفعات اللي هنسحبها هيبقى 4 في 2 اللي هم هيبقوا 8 دفعات. يبقى انا كده عرفت ازاي احسب عدد الدفعات اللي هم هيبقوا 8 اللي هي 4 شهور في 2. طيب نيجي بقى نحسب اول دفعة هتدفع امتى وهيبقى مدتها قد ايه. طيب انا احنا قلنا في المسألة ان هي هتتسحب اول ومنتصف كل شهر، يبقى معنى كده اول دفعة هتبقى في اول الشهر الرابع من الشهور الاربعة الاخيرة. مين الشهور الاربعة الاخيرة؟ اللي هم شهر 8 اللي هم 9 و10 و11 و12، دول اخر 4 شهور، شهر 9 شهر 10 11 12. طيب يبقى انا معنى كده ان انا هسحب الفلوس في اول شهر 9. طيب يبقى اول دفعة هتقعد معايا شهر 9 و10 و11 و12، هتقعد ال4 شهور دي اول دفعة، يبقى سين 1 بتاعتي في المسحوبات هتبقى ب4. طيب سين 2 اللي هي اخر دفعة، اخر دفعة هتبقى في منتصف شهر الاخير من الشهور الاربعة اللي هو الشهر 12. يبقى معنى كده ان انا هسحب اول دفعة من في شهر 9 في اول 9، وهفضل اسحب اول ومنتصف شهر 9 واول ومنتصف شهر 10 نفس الكلام في 11، وهسحب اول ومنتصف شهر 12. يبقى معنى كده ان اخر دفعة اللي هي هتبقى في منتصف شهر 12 اللي هي هتبقى مدتها نص شهر. طيب يبقى نعوض، هنعوض في القانون بتاع الجملة هيطلع لي جملة المسحوبات 404.5. طيب كده طلعنا جملة الايداعات وطلعنا جملة المسحوبات، هنطرحهم من بعض ويبقى ده الرصيد بتاع العميل اللي هو في نهاية المدة. طيب تعالى ندخل بعد كده على الموضوع التاني، هنتكلم فيه عن القيمة الحالية والخصم. طيب القيمة الحالية والخصم احنا هنتكلم عن نفس الاجزاء اللي احنا قلناها في الفائدة والجملة، ولكن هنحسب بدل ما انا بحسب عائد على المبلغ المستثمر ونشوف رصيدنا في نهاية المدة هيبقى كام، هنا بيبقى عندي دين مستحق في نهاية المدة وانا عايز احسب القيمة اللي انا هسددها في اول المدة. طيب العميل هنا في الحالة دي بنديله خصم لانه هيسدد قبل ميعاده بفترة، في الحالة دي العميل بيسدد مبلغ اقل من قيمة الدين المستحق عليه في نهاية المدة. طيب الرموز اللي احنا بنستخدمها في الفصل ده، بنيجي نقول اول حاجة ان المبلغ اللي هيستحق في نهاية المدة
لو قيمه الدين او قيمه الكمبياله دي بنسميه القيمه الاسميه، وده عباره عن المبلغ المستحق في نهايه المده. طيب لو حب العميل يسدد القيمه دي قبل ميعادها، فهو هنا في الحاله دي ما بيسددش القيمه بالكامل، هو بياخد خصم وبيسدد اقل من المبلغ اللي هو مستحق عليه، علشان هو هيحصل هنا على خصم. في الحاله دي بنقول ان المبلغ اللي هيسدده هو عباره عن القيمه الحاليه، وده رمزه قيم قاف ح ت في حاله لو انا هشتغل قيمه حاليه تجاريه، وقاف ح ص في حاله لو انا هشتغل قيمه حاليه صحيحه. يبقى القيمه الحاليه هي عباره عن المبلغ المسدد الان او حالا. طيب ايه الفرق ما بين القيمتين، ما بين المبلغ اللي كان المفروض يسدده في نهايه المده واللي احنا هنخليه يسدده دلوقتي؟ هو بيسمى الخصم، وده هنديله رمز ص ت في حاله لو انا هحسب خصم تجاري، وبنسميه ص ح لو احنا هنسميه لو احنا هنشتغل خصم صحيح. طيب تعالى ندخل على القوانين اللي هنستخدمها. هنلاقي ان انا عندي قوانين خاصه بالطريقه التجاريه وقوانين خاصه بالطريقه الصحيحه. طيب في حاله لو انا هشتغل قيمه حاليه تجاريه، طيب بنحسب الخصم التجاري عن طريق ان انا هقول ص ت اللي هو الخصم التجاري عباره عن القيمه الاسميه المعدل في المده، ده القانون بتاع الخصم التجاري. طيب بعد ما بنحسب الخصم اللي العميل هيحصل عليه، بنيجي نقول القيمه الحاليه التجاريه اللي هي قاف ح ت عباره عن الفرق ما بين القيمه الاسميه والخصم اللي هي. يعني ناخد القيمه الاسميه نشيل منها الخصم يديني القيمه الحاليه التجاريه. طيب فممكن ان انا احسب القيمه الحاليه التجاريه بطريقه تانية، ان انا احسبها مباشره بان انا اضرب القيمه الاسميه في 1 ناقص عين في نون. طيب اتنقل على الطريقه التانية اللي هي الطريقه الصحيحه، بنيجي نقول ان انا لو عايز احسب الخصم الصحيح اللي هو ص ح، بنيجي نضرب ق س في عين في نون ونقسمهم على 1 زائد عين في نون، يبقى ده القانون بتاع الخصم الصحيح. طيب بعد ما بحسب الخصم الصحيح باجي احسب بعديها القيمة الحالية، برضو هطرح القيمة الاسمية ناقص القيمة ناقص الخصم اللي احنا حصلنا عليه. بعد كده سوري القانون ده بتاع الخصم احنا لا احنا بنقول القيمة الحالية الصحيحة هي عبارة عن القيمة الاسمية ناقص الخصم اللي انا حسبته. وممكن ان انا احسب الخصم الصح القيمة الحالية الصحيحة بطريقة تانية، بان انا اقسم القيمة الاسمية على 1 زائد عين في نون. طيب تعالى ندخل كده على مثال نوضح فيه الكلام اللي احنا قلناه. لو قال لي ان افترض شخص مبلغ 1000 جنيه هيستحق في نهاية 6 شهور بمعدل فايدة 6%، احسب القيمة الحالية والخصم التجاري والقيمة الحالية والخصم الصحيح. طيب هنا الدين ده اللي هو 1000 جنيه ده لسه هيستحق في نهاية 6 شهور، ما دام المبلغ ده القيمة بتاعته هتستحق لسه في نهاية 6 شهور، فبنقول على المبلغ ده قيمة اسمية، يبقى ده عبارة عن قاف س اللي هو 1000 بمعدل 6% والمدة 6 شهور. طيب تعالى نحسب كده قيمة حالية وخصم تجاري، يبقى الخصم التجاري بنضرب القيمة الاسمية في المعدل في المدة، يبقى هنا 1000 في 6 على 100 في 6 على 12 يديني الخصم التجاري 30 جنيه. بعد كده هجيب القيمة الحالية هطرح الاتنين من بعض اللي هو القيمة الاسمية ناقص الخصم التجاري، يبقى الألف ناقص الخصم اللي انا حصلت عليه اللي هو 30 يطلع لي 970. طيب نيجي بعد كده عايزين نحسب القيمة الحالية الصحيحة والخصم الصحيح، بنيجي نضرب اول حاجة ممكن اجيب الخصم القيمة الحالية التجارية الصحيحة الاول بان انا اقسم القيمة الاسمية على 1 زائد عين في نون ونطلع القيمة الحالية الصحيحة. بعد كده بطلع الخصم الصحيح بطرح القيمة الاسمية ناقص القيمة الحالية اللي هتدفع يطلع لي الفرق بينهم هو ده الخصم الصحيح. طيب تعالى ندخل على لو عايزين نحسب القيمة الحالية والخصم لعدة مبالغ. طيب هنا في الحالة دي بيديني أكتر من مبلغ، قال لي مثلا شخص مدين بكمبيالات الآتية واداني 4 كمبيالات، قال لي كل كمبيالة ما عدا استحقاقها في التاريخ اللي هو حدده لنا في المسألة زي ما انتم شايفين كده قدامكم في المسألة، بيقول لي فإذا علمت أنه قام بسداد الكمبيالة الأولى في موعدها في الحالة دي، يبقى أنا بعتبر إن الكمبيالة الأولى اللي هي قيمة 10,000 دي اتسددت خلاص ما بقاش ليها وجود عندي لأن هو قام بسدادها في ميعادها.
طيب وجي قال لي وفي 11/2/2011 طلب من الدائن سداد جميع ديونه او جميع ما عليه، يبقى انا هنا التاريخ ده اللي هنسدد فيه جميع الديون اللي باقيه. طبعا الديون اللي باقيه اللي هي مين؟ اللي هي الثلاث مبالغ اللي فاضلين، ان هم ال 15000 و20000 و25000، دي المبالغ اللي باقيه عندي. هنيجي نعمل لها خصم تجاري او صحيح على حسب الطريقه اللي هنحددها. هنيجي نحسب لها القيمة الحالية والخصم بتاعها في التاريخ اللي انا هعمل فيه خصم للديون بتاعتي. طيب بيقول لي احسب قيمة ما يسدده والخصم الذي يحصل عليه بالطريقتين التجارية والصحيحة لو كان معدل الفايدة 12% سنوي. طيب تعالى نحسب المدد بتاعت الديون اللي باقية، اللي هم الثلاث مبالغ اللي فاضلين عندي اللي ما دفعوش، اللي هم ال 15000 وال 20000 وال 25000. هنلاقي ان اول مبلغ اللي هو ال 15000 المدة بتاعته هتتحسب معايا من التاريخ اللي هنسدد فيه ديوننا دلوقتي، اللي هو 11/2 اللي هو التاريخ بتاع الخصم اللي احنا اتفقنا عليه، ل 13/3. في الحالة دي هيطلع لي ان المدة 30 يوم. تاني مبلغ مدته هتبقى من التاريخ برضو بتاع الخصم بتاعنا اللي انا واقف عنده دلوقتي، اللي هو 11/2/2011 لحد 27/5/2011، يبقى المدة بتاعتنا هتطلع 105 يوم. تالت مبلغ هيبقى مدته من 11/2 لحد 7/6/2011، ويبقى المدة بتاعته 116 يوم. يبقى انا كده ما دام المدة بتاعتي بالتواريخ، يبقى نحسب اول حاجة المدد اللي محصورة ما بين كل مبلغ من تاريخ الخصم لتاريخ الاستحقاق بتاع كل مبلغ. طيب تعالى نبدا نحسب كده مع بعض القيمه الحاليه التجاريه والخصم التجاري. اقدر اشتغل بطريقتين هنا، ممكن اقدر استخدم القانون بتاع القيمه الحاليه التجاريه واشتغل على كل مبلغ على حده، وممكن استخدم قانون طريقه النمر. تعالى نشوف كده الطريقتين مع بعض. فلو انا هحسب قيمه حاليه تجاريه لكل مبلغ على حده، يبقى انا هاخد كل مبلغ من المبالغ الثلاثه اللي فاضلين هضربه في 1 ناقص 20 فنو. طيب يبقى انا عندي كم مبلغ باقي؟ 3. هنضرب اول مبلغ اللي هو 15000 في 1 ناقص المعدل اللي هو 12/100 في مدته اللي احنا حسبناها اللي هي 30 يوم، يبقى 30/360. زائد هنعمل نفس الكلام للمبلغ الثاني والثالث، المبلغ في 1 ناقص 20 فنو زائد المبلغ الثالث في 1 ناقص 20 فنو. طبعا كل مبلغ هنضربه في المدة بتاعته والمعدل بتاعه. طيب يطلع لي كده النواتج بتاعتهم ونجمعهم على بعض، يبقى دي اسمها مجموع القيم الحالية للثلاث مبالغ مع بعض. طيب بعد ما جبنا القيم الحالية للثلاث مبالغ، اقدر اجيب الخصم اللي انا خدته من العميل، اللي عميل خده، عبارة عن مجموع القيم الاسمية ناقص مجموع القيم الحالية. يبقى الخصم التجاري عبارة عن مجموع الثلاث مبالغ ناقص مجموع القيم الحالية اللي انا حسبتها في الخطوة اللي فاتت. يطلع لي كده ان انا خدت خصم 1816. طيب نيجي نشوف حل بطريقة تانية هنستخدم فيه طريقة النمر. طيب ايه اللي احنا هنعمله في طريقة النمر؟ ان انا هاخد برضو المعدل عام المشترك، وهاخد معامل بتاع لو المدة بالشهور هناخد واحد على 1، ولو مدة بالشهور 1/12، ولو كانت المدة بالايام انا باخد 1/360 عامل مشترك. طيب هنا المدة بالايام، فانا هاخد المعدل عامل مشترك هو وواحد على 360، بعد كده هضرب في حاصل ضرب كل مبلغ في مدته. يبقى هنا انا بحسب الخصم التجاري للثلاث مبالغ، هنقسم 12/100 في 1/360 في مضروبة في حاصل ضرب كل مبلغ من التلاتة في المدة بتاعته، يطلع لي مجموع الخصم التجاري للتلات مبالغ. طيب بعد ما جبنا في الطريقة الحل ده، جبنا هنا الخصم التجاري، اقدر اجيب القيمة الحالية التجارية عن طريق ان انا اجمع القيم الاسمية بتاعت التلات مبالغ واشيل منهم الخصم التجاري للتلات مبالغ بتاعهم، يطلع لي الناتج النهائي بتاع القيمة الحالية التجارية. يبقى انا هنا جمعت 15000 زائد 20000 زائد 25000، دي مجموع القيم الاسمية. اطرح منهم مجموع الخصم التجاري اللي انا لسه حاسبه، في الحالة دي الناتج اللي هيطلع هو ده القيمة الحالية التجارية بتاعة الثلاث مبالغ.
طيب نيجي ندخل بعد كده على لو انا هشتغل على نفس السؤال، بس هنجيب القيمة الحالية الصحيحة. هنا بنجيب القيمة الحالية الصحيحة بالقانون اللي هو قاف س على 1 + ع ن، هنعوض فيه تعويض مباشر يطلع لي القيمة الحالية لكل مبلغ، هنجمعهم على بعض ويبقى ده القيمة الحالية الصحيحة للتلات مبالغ. طيب بعد ما بنطلع القيمة الحالية الصحيحة هنجمع القيم الاسمية ونطرح منها الناتج بتاع مجموع القيم الحالية الصحيحة، الفرق ده هيطلع الناتج النهائي بتاع القيمة المجموع الخاصم الصحيح. طيب نيجي في مثال تاني، هنا هنلاقي ان شخص كان مدين بثلاث مبالغ، الاول بعد 6 شهور والتاني بعد سنة والتالت بعد سنة ونص. قال لي وفي تاريخ استحقاق الدين الاول، يبقى معنى كده ان انا هاخد تاريخ الخصم عند تاريخ استحقاق الدين الاول، يبقى التاريخ اللي انا واقف عنده هو بعد مرور 6 شهور من المدة، اللي هو بعد مرور 6 شهور. معنى كده ان المدد بتاعت الديون القديمة هتتعدل. طيب تعالى كده نعدل الديون اللي هي كانت موجودة عندي، معنى كده ان انا عندي اول دين انا هقف عنده، فيبقى المدة بتاعته اللي هي هتستحق بعد 0، لان خلاص هو انا واقف عند الدين ده، والدين التاني كان معاده بعد سنة، انا لما جيت قلت لك انا واقف عند الدين الاول، فيبقى الدين الاول كده المدة اللي باقية من المدة بتاعته هي 6 شهور، لان احنا خلاص في 6 شهور عدوا من المدة، يبقى اللي باقي بعد كده من السنة هو 6 شهور بس. طيب تالت مبلغ اللي هو 150,000 كان معاده بعد سنة ونص، احنا وقفنا بعد 6 شهور، يبقى معنى كده ان الدين التالت ده هيبقى مدته سنة واحدة من سنة ونص. يبقى معنى كده ان انا لما بيجي يحدد لي تاريخ زي ما هو كده محدد لي ان احنا تاريخ استحقاق، وقال لي وفي تاريخ استحقاق الدين الاول طلب من المدين سداد هذه الديون، يبقى ده التاريخ اللي هنقف عنده ونحسب القيمة الحالية والخصم للتلات مبالغ اللي عندي. يبقى معنى كده ان انا هقف عند التاريخ بتاع 50,000 اللي هو بعد 6 شهور، يبقى الاول الدين الاول هيبقى مدته 0، الدين التاني اطرح منهم 6 شهور يبقى مدته 6 شهور برضو، الدين التالت كان مدته سنة ونص نشيل منهم 6 شهور يبقى اللي فاضل فيهم سنة اللي هم 12 شهر. قال لي على ان يحصل، تعال نكمل بعد كده، على ان يحصل على خصم اجمالي 12,000. يبقى هنا مديني الخصم، ولو ما حددليش نوع الخصم يبقى انا هعتبره خصم تجاري. قال لي احسب رقم 1 معدل الخصم، تاني حاجة القيمة الحالية للمبالغ او صافي ما يسدده العميل. طيب انا هنا هعتبر ان انا هحسب خصم تجاري، فهستخدم اي طريقة من اللي احنا قلناهم، قلنا في طريقة ان انا استخدم كل مبلغ على حدة او استخدم طريقة النمر. هنا انا استخدمت طريقة النمر، ان انا باجي اقول اجمالي الخصم او مجموع الخصم التجاري اللي هو كان 12,000 بيساوي العين عام المشترك في مجموع النمر، مجموع النمر اللي هي عبارة عن حاصل ضرب كل مبلغ في مدته. طيب يبقى معنى كده ان انا باخد العين، وهنا العين هي اللي مجهولة فهنحطها عين زي ما هي، في حاصل ضرب كل مبلغ من الثلاثة 50,000 في مدته 0، زائد المبلغ الثاني 100,000 في مدته 6 شهور، زائد ثالث مبلغ 150,000 في مدته 12 شهر، يبقى 12 × 12، نجمع المجموع بتاع اللي بين قوسين ده مجموع النمر هيطلع 200,000، يبقى 200,000 مضروبة في عين، نودي 200,000 تحت الطرف الثاني في المقام، يبقى العين هتساوي 6% اللي هو هيبقى 6% سنوي. كده قدرت ان انا احسب المعدل المستخدم في عملية الخصم. طيب نيجي بعد كده نحسب القيمة الحالية، ان انا اطرح مجموع القيم الاسمية كلها ناقص اجمالي الخصم، يبقى هنجمع الثلاث مبالغ واشيل منهم الخصم اللي انا حصلت عليه، يتفضل لي القيمة الحالية للثلاث مبالغ. طيب تعالى ندخل بعديها على حساب القيمة الحالية والخصم لعدة مبالغ اللي هي الدفعات منتظمة، عدة مبالغ منتظمة اللي احنا بنقول نطلق عليها مصطلح الدفعات. طيب المرة دي في الدفعات في الفصل ده انا عايز احسب قيمة حالية. طيب ايه القانون اللي احنا هنستخدمه؟ بنقول ان القيمة الحالية عبارة عن الميم في نون اللي هي قيمة الدفعة في عددهم، ناقص الميم في عين في 1/12 في نون على 2
في س واحد زائد س اتنين. طبعا احنا عرفنا المعنى بتاع كل رمز من دول قبل كده. الميم هي عبارة عن قيمة الدفعة، العين يعني المعدل، نون اللي هي نون على اتنين، النون اللي فوق دي اللي هي عدد الدفعات، س واحد هنا بنقول مدة استحقاق اللي هي المدة اللي هي هتستحق بعدها الدفعة الأولى، س اتنين هي مدة استحقاق الدفعة الأخيرة. طيب خلي بالكوا إن إحنا بنحسب س واحد وس اتنين وإحنا شغالين في القيمة الحالية، أنا ما باخدش المدة اللي باقية لحد ما أوصل لنهاية السنة، أنا باخد المدة اللي إحنا هنرجعها على بداية السنة. يبقى لما تيجي تحسب قيمة حالية إحنا بنرجع للخلف أو بنرجع لورا. يبقى لما تيجي تقول لي مثلا الدفعة الأولى بعد 3 شهور، يبقى أنا لما أجي أحسب أول دفعة هنرجع الثلاث شهور دول لورا، يبقى أول دفعة كده السين واحد بتاعتها هتبقى 3 شهور. طيب آخر دفعة لو هي كانت بعد سنة، يبقى أنا باجي بحسب المدة اللي هنرجعها هتبقى هي 12 شهر. طيب تعال نشوف مثال نوضح فيه الكلام ده. هنا بيقول لي شخص مدين ب 12 كمبيالة ربع سنوية. ربع سنوي يعني كل 3 شهور. قال لي قيمة كل منها 500 جنيه، فإذا أراد هذا الشخص سداد قيمة ما عليه في الحال، هيسدد قيمة ما عليه في الحال، يبقى أنا هنا هحسب قيمة حالية. فكم يدفع هذا الشخص للشركة؟ هنا اللي هيدفعه ده هو عبارة عن القيمة الحالية للدفعات. إذا علمت إن معدل الخصم التجاري 6% سنويا. طيب يبقى إحنا هنحدد قيمة العناصر اللي إحنا شغالين بيها. قال لي إن قيمة الدفعة 500 جنيه، قال لي بقسنا 10 كمبيالة يعني أنا عندي 12 دفعة، قال لي بمعدل فايدة 6%. تعال بقى نرسم عشان نوضح بالرسم كده. أول دفعة قال لي هي كل ربع سنة، طيب يعني كل 3 شهور. طب احنا محددناش هي أول كل 3 شهور ولا آخر كل 3 شهور، لو محددناش بنعتبرها آخر كل 3 شهور. يبقى أول دفعة بعد 3 شهور، اللي بعدها بعد 6، اللي بعدها بعد 9، لحد ما اوصل لاخر دفعة. اخر دفعة هنضرب ال 12 دفعة اللي عندي في 3 شهور، لان كل دفعة منهم ب 3 شهور، يبقى 12 في 3 اللي هنلاقيها ان اخر دفعة عندي بعد 36 شهر. طيب لما نيجي بقى نحسب قيمة حالية، بنيجي عند الدفعة الاولى نحدد المدة بتاعتها هترجع قد ايه على بداية المدة. طيب تعالى كده نرجع لبداية المدة، يبقى ال 500 جنيه عشان ترجع على بداية المدة هنلاقي ان هي هترجع الفترة بتاعتها اللي هي 3 شهور، يبقى س واحد بتاعتها 3 شهور. طيب اخر دفعة اللي هي الدفعة الاخيرة اللي هي هتبقى عند اخر حاجة خالص اللي هي هتبقى بعد 36 شهر، انا هاجي احسب لها المدة اللي هترجعها على بداية المدة، يبقى 36 شهر لما نرجعهم هنرجعهم كلهم، يبقى س اتنين هتبقى ب 36. يبقى معنى كده ان انا هعوض ان القيمة الحالية التجارية في الدفعات هتساوي الميم ب 500 في نون ب 12 ناقص ال 500 في المعدل اللي هو 6/100 في المعامل اللي هو 1/12 في عدد الدفعات اللي هم نون على 2 اللي هم 12/2 في س واحد زائد س اتنين. طيب طلعنا كده القيمة الحالية. ممكن يبقى عايز مجموع الدفعات بس اللي هي عبارة عن ميم في نون اللي هي تبقى 6000، وممكن يبقى عايز الخصم بس، يبقى الخصم بس 585، وممكن يبقى عايز القيمة الحالية، يبقى ده ناقص ده يديني القيمة الحالية. يبقى كل ناتج من دول ليه مصطلح أو ليه معنى. ال6000 عبارة عن مجموع الدفعات، ال585 ده عبارة عن مجموع الخصم للدفعات، آخر حاجة ال5415 ده القيمة الحالية للدفعات. طيب ندخل بعد كده على العلاقة بين الخصم التجاري والخصم الصحيح. أنا عندي في علاقة بنسميها علاقة النسبة اللي هي عبارة عن ص ت على ص ح، دي عبارة عن النسبة اللي بينهم بتساوي 1 + ع في نون. وأقدر من النسبة دي إن أنا يديني 3 حاجات وأنا أطلع المجهول الرابع. يعني مثلا يديني الص ت على ص ح يديهم لي بشكل نسبة، ويبقى عايز المعدل او عايز المدة، واحد من الاتنين دول مجهولين. هنا هنستخدم العلاقة اللي هي الاولى دي. طيب ممكن يخلي لي ان الص ت هي اللي مجهولة وعايز يحسبها، يبقى انا هعمل طرفين في وسطين، هتبقى الص ت بتساوي ص ح في 1 + ع في نون،
او ان هو يخلي الصاد ح هي اللي منقوله. برضه لما نعمل طرفين في وسطين هيديني ان الصاد ت بتساوي صاد ت على 1 زائد ع. يبقى دول القوانين اللي هنستخدمها في حاله لو هو مديني النسبه ما بين الخصمين. طيب في حاله لو هو كان مديني الفرق بين الخصمين، بنقول ان الفرق علاقه الفرق عباره عن الفرق اللي هو عباره عن صاد ت ناقص الصاد ح، الجزء ده بنسميه الفرق. مدولي في المساله في شكل ان هو بيقول لي اذا علمت ان الفرق بين الخصمين هو، ويديني القيمه مباشره بتاعه الفرق بين الخصمين. طيب هنا بنستخدم علاقه الفرق لما بيكون عندي القيمه الاسميه مجهوله، او بيبقى مديني الخصم التجاري هو اللي مجهول. لما بيكون طالب مني قيمه اسميه او خصم تجاري او خصم صحيح او قيمه حاليه تجاريه او قيمه حاليه صحيح، الخمس حاجات دول لو اي واحد منهم كان الفرق معطى وعايز يحسب اي حاجه من الخمسه دول هنستخدم القانون الخاص بعلاقه الفرق. طيب انا في علاقه الفرق ببقى هدفي الاول ان انا احسب القيمه الاسميه، وبعد ما بنحسب القيمه الاسميه اقدر بعدها اجيب اي قيمه من القيم الباقيه اللي هي الخاصه بالقيمه الحاليه والخاصه بالخصم. طيب تعالى كده نشوف مثال على علاقه الفرق. بيقول لي مثلا احد التجار كان مدين بمبلغ ما يستحق في نهايه 3 سنين، يبقى معنى كده ان القيمه الاسميه بتاعه المبلغ كانت مجهوله، وقال لي ان هو هيستحق بعد 3 سنين، يبقى المده بتاعتي 3 سنوات، كان بمعدل خصم تجاري 12% يبقى ده عين، وكان الفرق بين الخصم التجاري والصحيح يبقى هنا الفرق معطى اللي هو ص ت ناقص الصاد ح اللي هو 30 جنيه. عايز يحسب القيمه الاسميه، ممكن يجيب لي مطالب تاني على المساله دي، ان هو بعد ما يطلب قيمه اسميه يطلب قيمه حاليه تجاريه او قيمه حاليه صحيحه او خصم تجاري او خصم صحيح. طيب انا في كل الحالات دي هنطلع القيمه الاسميه الاول، وبعد ما بنطلع القيمه الاسميه اقدر اطلع اي حاجه باقيه بعد كده. طيب هنعوض في القانون، يبقى الفرق اللي هو ص ت ناقص الصاد ح هنعوض عنه ب 30 جنيه، وهيساوي قيمه اسميه في عين تربيع في نون تربيع على 1 زائد ع. يبقى العين تربيع اللي هي 12% تربيع، والنون اللي هي 3 سنين يبقى 3 تربيع على 1 زائد ع. طيب المجهول هنا اللي انا هحسبه اللي هو ق س. طيب هنقسم القيم اللي في البسط على اللي في المقام، هيطلع لي الناتج ده مضروب في ق س هيروح الناحية التانية في المقام، يبقى القيمة الاسمية بتساوي 30 على الرقم اللي طلع لنا مضروب في ق س اللي هو هيساوي 314.8. دي كده القيمة الاسمية اللي احنا حسبناها. اقدر بعدها ان انا اجيب المطالب اللي هو ممكن يزودها بعد كده، اللي هو القيمة الحالية التجارية والقيمة الحالية الصحيحة والخصم التجاري والخصم الصحيح، بان انا بعوض بالقوانين الخاصة بيهم مباشرة، لان اصبح عندي القيمة الاسمية بقى خلاص اتحسبت، والمعدل والمدة بالثلاث حاجات دول اقدر اجيب بالقوانين اللي قلناها في الاول كل قيمة من القيم اللي باقية بعد كده. طيب ندخل بعد كده على خصم الاوراق التجارية. احنا هنا في خصم الاوراق التجارية بنيجي نعمل مجموعة من الخطوات اللي في الاول، بنيجي نقول ان انا عندي هنا بنعمل مجموعة من الخطوات، بنيجي اول خطوة بنحسب الخصم التجاري، بيبقى عبارة عن القيمة الاسمية في المعدل في المدة، بس نخلي بالنا ان هنا المدة بتبقى شاملة مهلة السداد، فيبقى ق س في عين في المدة بما فيها المدة بتاعت مهلة السداد. طيب تاني حاجة بنحسب العمولة، بنضرب القيمة الاسمية في نسبة العمولة. تالت حاجة مصاريف التحصيل، بنضرب القيمة الاسمية في نسبة مصاريف التحصيل. ونخلي بالنا ان مصاريف التحصيل عادة بيبقى مصاريف التحصيل ليها حد ادنى، ففي الحالة دي احنا بنقارن الناتج اللي هيطلع بالحد الادنى اللي هو مديهولي في المسألة، فلو كان الحد الادنى اكبر من القيمة اللي طلعت يبقى احنا في الحالة دي ما ينفعش ناخد الناتج الاقل، يبقى انا باخد الحد الادنى. يبقى احنا قارن المبلغية الناتج اللي هيطلع من مصاريف التحصيل والحد الادنى ببعض، الاكبر هو ده اللي احنا هنحسبه على العميل. طيب بعد كده بيجي يقول لي اجمالي الخصم. اجمالي الخصم هو عبارة عن مجموع الثلاث حاجات اللي احنا حسبناهم، اللي هم الخصم التجاري زائد العمولة زائد مصاريف التحصيل. طيب كده
احنا بنخصم من العميل 3 حاجات لما بيجي يعمل خصم الورقة التجارية، نخصم منه 3 حاجات اللي هم الخصم التجاري والعمولة ومصاريف التحصيل، ويبقى المجموع بتاعهم ده اسم اجمالي الخصم. طيب العميل بياخد كام بعد ما نخصم منه 3 حاجات دول؟ هو ده اسمه صافي ما يحصل عليه العميل، اللي هو بيبقى عبارة عن قيمة الكمبيالة اللي هي القيمة الاسمية ناقص اجمالي الخصم. طيب بعد ما بنجيب صافي ما يحصل عليه العميل، احيانا بيبقى طالب مني معدل الخصم الاجمالي اللي حققه البنك. بيبقى في الحالة دي بنقسم اجمالي الخصم على القيمة الاسمية مضروبة في المدة، بس هنا بنقول بدون مهلة السداد. طيب تعالى نشوف مثال على الجزئية دي. بيقول لي كمبيالة قيمتها الاسمية 30,000 كانت بتستحق السداد في 25/1/2011، قال لي خصمها تاجر في بنك يوم 6/10/2010، وكانت الشروط بتاعة الخصم كما يلي. حدد لي الشروط. كانت خصم تجاري 12%، عمولة 1/1000، مصاريف تحصيل 0.5/1000 لحد أدنى 20 جنيه، وفي مهلة سداد 4 أيام. عايز مني حاجتين، عايز ياخد يحسب صافي ما يحصل عليه التاجر ومعدل الخصم الإجمالي اللي حققه البنك. طيب أول حاجة نحسب المدة كده من تاريخ الاستحقاق، من تاريخ الخصم حتى تاريخ الاستحقاق. طيب أنا تاريخ الخصم اللي هو أنا هخصم فيه الكمبيالة، اللي هو التاريخ اللي هو بيبقى قبل تاريخ الاستحقاق، اللي هو بيبقى اللي هو عندي هنا 6/10/2010، ده تاريخ الخصم. هيستحق الكمبيالة هتستحق في 25/1/2011، يبقى من 6/10/2010 لحد 25/1 هنحسب المدة اللي بينهم علشان أطلع المدة بتاعت الاستحقاق بتاعت الكمبيالة. يبقى هاخد الأيام اللي باقية من شهر 10، وبعد كده هناخد شهر 11 و12، وهنقف عند 25/1. يبقى الشهور اللي باقية من شهر 10 اللي هو 31 ناقص 6، بعد كده شهر 11، بعد كده شهر 12، بعد كده الأيام اللي دخلت معايا في شهر 1 لو آخر شهر عندي، يطلع إن المدة بتاعتي 111 يوم. هنضيف عليها المدة بتاعت مهلة السداد، يبقى في 4 أيام مهلة سداد، يبقى المدة بتاعتنا 115 يوم. طيب نيجي بقى نحسب 3 حاجات زي ما اتفقنا. هنحسب خصم تجاري وعمولة ومصاريف تحصيل. طيب الخصم التجاري بيتحسب القيمة الإسمية في المعدل في المدة شاملة مهلة السداد، اللي هم هنعوض قيمة إسمية ب30,000 في المعدل اللي هو قال لي 12% اللي هو الخصم التجاري، معدل الخصم التجاري 12% في المدة داخل فيها مهلة السداد، يبقى 115 على 360 يطلع الخصم التجاري 1150. طيب نيجي بعديها نحسب العمولة، نضرب القيمة الإسمية في نسبة العمولة. طيب يبقى هنا 30,000 اللي هي القيمة الإسمية في قال لي العمولة 1/1000، يعني 1/1000، يبقى هي هتطلع 30 جنيه. طيب نيجي بعد كده تالت حاجة مصاريف التحصيل. قال لي في مصاريف التحصيل قال لي هناخد مصاريف 0.5/1000 لحد أدنى 20 جنيه، يبقى أنا هضرب القيمة الإسمية في نسبة مصاريف التحصيل اللي هي 30,000 في 0.5/1000 اللي هي هتبقى 15. طبعا الناتج اللي يطلع ما دام مديني حد أدنى هقارنه بالحد الأدنى، هلاقي إن الحد الأدنى 20، هنا هاخد الأكبر، وما دام الحد الأدنى هو الأكبر يبقى في الحالة دي إن مصاريف التحصيل هتبقى 20 جنيه مش 15. طيب نيجي بعد كده نجمع التلات بنود اللي فاتوا اللي هم الخصم والعمولة ومصاريف التحصيل، يبقى دول اسمهم إجمالي الخصم، اللي هم هيبقى 1150 زائد 30 زائد 20، يبقى المجموع 1200. طيب صافي اللي هيحصل عليه العميل هيبقى القيمة الإسمية اللي هو 30,000 ناقص 1200، يبقى في الحالة دي احنا عندنا اجمالي الخصومات هتبقى عبارة عن 1028، صافي ما يحصل عليه العميل هو يبقى 28,800. طيب نيجي بعد كده بيقول لي حساب معدل الخصم الاجمالي. طيب نيجي نحسب معدل الخصم الاجمالي، بنقسم اجمالي الخصومات على القيمة الاسمية بدون مهلة السداد، اللي هي قفسي اللي هي اجمالي الخصومات اللي هي 1200 على القيمة الاسمية 30,000. هنا هنلاحظ ان المدة اللي احنا استخدمناها هتبقى 111 مش 115، لان احنا قلنا هناخد المدة الاصلية بدون مهلة السداد، يبقى هنا 111 على 360 يطلع ان المعدل 13%، او هنضربه في 100 عشان يبقى نسبة، يبقى 13%. طيب نيجي بعد كده نشوف مثال تاني.
لو عندي اكتر من كمبياله هنعمل نفس الخطوات لكل كمبياله منهم، يعني هنحسب خصم تجاري للاولى زائد الثانيه زائد الثالثه، ونطلع كده الخصم التجاري للثلاث كمبيالات ونجمعهم على بعض، يبقى ده الخصم التجاري للثلاث كمبيالات. ضربنا الكمبياله الاولى في المعدل في المده، الكمبياله الثانيه في المعدل في المده، الكمبياله الثالثه في المعدل في المده. طبعا الناتج اللي هيطلع بتاع كل واحد من الثلاثه نجمعهم على بعض، يبقى ده مجموع الخصم التجاري للثلاث كمبيالات. طيب مصاريف التحصيل نفس الكلام، هضرب كل كمبياله في نسبه مصاريف التحصيل واقارن كل ناتج على حده بالحد الادنى، لان هو قايل لي في المساله ان انت عندك مصاريف تحصيل بحد ادنى 30 جنيه، يبقى انا هضرب المبلغ الاولاني في نسبته اللي هي 1 على 1000 تطلع 15، ال 15 اقل من الحد الادنى، يبقى ما ناخدش ال 15 وناخد الحد الادنى اللي هو 30. نفس الكلام هضرب الكمبياله الثانيه في نسبتها زائد الكمبياله الثالثه في نسبتها وقارنهم بالحد الادنى وناخد الاكبر ونجمع النواتج اللي احنا خدناها مع بعض، يطلع لي كده المجموع بتاع مصاريف التحصيل. تالت حاجه العموله، قلنا العموله عباره عن القيمه الاسميه في نسبه العموله اللي هي 2 في ال1000، يبقى ال 15000 في 2 على 1000 تطلع 30، تاني كمبياله 20000 في 2 على 1000 40، تالت كمبياله 25000 في 2 على 1000 تطلع ب 50، مجموعهم 120. طيب بعد كده هنجمع المجموع بتاع كل بند من البنود اللي هو 9590 120، التلاتة دول يتجمعوا على بعض علشان يطلع لي إجمالي الخصومات. طيب يبقى كده إجمالي الخصومات 9710، ويبقى صافي المستحق للعميل هو 50000. هطرح بقى القيمة الإسمية بتاعت التلات كمبيالات مع بعض ناقص القيمة بتاعت الإجمالي الخصومات، ويبقى في الحالة دي صافي المستحق للعميل 50290. طيب المعدل بتاع الخصم الإجمالي قلنا إن هو عبارة عن إجمالي الخصومات على مجموع، هنا بقى قاف س في نون. طيب هنا ما عنديش بقى قاف س واحدة، أنا عندي أكتر من قيمة إسمية، يبقى في الحالة دي هنقول على مج قاف س في نون اللي هي حاصل ضرب كل مبلغ في مدته. يعني معنى كده ان انا لما طلع لي الخصم التجاري اجمالي الخصم التجاري اللي هو كان 9710، هنا هنقسم ال 9710 على حاصل ضرب كل مبلغ من المبالغ اللي عندي في المدة بتاعته، ويبقى الناتج اللي هيطلع هو ده معدل الخصم الاجمالي. طيب هنفترض سؤال تاني، ان هو كان مديني ان معدل الخصم هو اللي مجهول في المسألة بتاعت خصم الاوراق التجارية، قال لي مثلا ان احنا كنا في 15/6/2016 خصم تاجر الكمبيالات الاتية، اول كمبيالة كانت ب5000 تستحق بعد 70 يوم، تاني كمبيالة كانت ب6000 تستحق بعد 100 يوم، تالت كمبيالة كانت ب4000 تستحق بعد 130 يوم. فاذا علمت ان صافي ما حصل عليه التاجر الصافي اللي هيحصل عليه 14724، وان البنك بيحصل على عمولة 1 في ال1000 ومصاريف تحصيل 1 في ال1000 بحد ادنى 5 جنيه للورقة، عايز يحسب معدل الخصم التجاري اللي هو بتاع بند اول بند اللي هو بتاع الصوت تي، معدل الخصم التجاري بتاعنا اللي هو عين. طيب نيجي بقى نعمل ايه؟ هنا هنمشي نفس الخطوات زي ما احنا، نبدأ نحسب خصم تجاري وعمولة ومصاريف تحصيل ونجمعهم، يبقى ده إجمالي الخصومات وهكذا كل الخطوات اللي احنا اتفقنا عليها. طيب تعالى كده نبتدي، يبقى أنا عندي الخصم التجاري عبارة عن قاف س في عين في نون، عندي تلات كمبيالات، فهيبقى عندي قاف س في عين في نون الكمبيالة الأولى نفس الكلام زائد الكمبيالة التانية زائد الكمبيالة التالتة، يبقى 5000 في عين في 70/360، ده كده تعويض بتاع أول كمبيالة، زائد هنعوض عن تاني كمبيالة بالقيمة بتاعتها في المعدل في المدة زائد التالتة في المعدل في المدة. اللي مجهول عندي هو العين اللي هو المعدل بتاع الخصم التجاري، هنسيبه عين زي ما هو مجهول. طيب الناتج اللي يطلع هيبقى الرقم ده مضروب في عين اللي هو هيطلع 4083.33 عين، يبقى ده كده الخصم التجاري بتاعنا. طيب هنسيبه زي ما هو لأن أصبح لأن العين هي اللي مجهولة، فهنجيبها بعد كده من آخر خطوة خالص. طيب نيجي بعد كده نحسب العمولة، بيقول لي قاف س في نسبة العمولة، نسبة العمولة اللي هي 1 في ال1000، فهنضرب كل كمبيالة من التلاتة في 1 على 1000 يطلع لي
اول واحده ب5، تاني واحده ب6، تالت واحده ب4 جنيه، نجمعهم يبقى كده اجمالي العموله 15 جنيه. طيب بعد مصاريف التحصيل، بعديها نحسب مصاريف التحصيل بس نقارنها بالحد الادنى. طيب تعالى كده نحسب اول واحده، نسبه مصاريف التحصيل كانت 1 في 1000، يبقى ال 5000 واحد على 1000 تبقى ب 5 جنيه، اكبر بنفس الحد الادنى، خلاص ناخد الخمسه. 6 في 1 على 1000 ب 6 جنيه اكبر من الحد الادنى، يبقى ناخد ال 6. 4 في 1 على 1000 ب 4، دي اقل من الحد الادنى، يبقى ما ينفعش ناخدها. يبقى في الحاله دي انا هلغي الاربعه وهاخد بدلها الحد الادنى بتاعي اللي هو 5 جنيه. يبقى معنى كده ان المجموع بتاع مصاريف التحصيل هنا 16 جنيه. طيب نيجي بعد كده اجمالي الخصومات، هجمع التلاتة على بعض. ايه اللي هم التلاتة دول؟ اللي هم عبارة عن الخصم التجاري اللي هو 4,083، 33% عين، وما تنساش تحط العين زي ما هي كده، زائد ال15 جنيه، زائد ال16 جنيه. يبقى في الحالة دي انا عندي اجمالي الخصومات مجموع التلاتة دول مع بعض هيبقى المجموع 4,083 و33% عين، زائد الستاشر والخمستاشر نجمعهم على بعض عشان ما فيهمش عين، يبقى زائد 31. دي كده اجمالي الخصومات. طيب عايزين بعد كده ان انا اجيب صافي المستحق. طيب بعد ما بجيب اجمالي الخصومات هنجيب صافي المستحق، ان انا اقول صافي المستحق بيساوي مجموع القيم الاسمية ناقص اجمالي الخصومات. طيب انا صافي المستحق هو اللي معطى، يبقى هنقول صافي المستحق اللي هو 14,724 لانه كان مدولي معطى في المسألة، هيساوي مجموع القيم الاسمية اللي هي هجمع التلات كمبيالات على بعض اللي هما 5000 زائد 6000 زائد 4000 اللي هو مجموعهم هيبقى 15,000 ناقص اجمالي الخصومات اللي انا لسه جامعهم اللي هما 4,083 و33% عين زائد 31. طبعا السالب هتتضرب في القوس هتخلي الاشارات بتاعتنا تتغير، يبقى سالب في موجب تنزل بسالب، وسالب في موجب 31 تبقى سالب 31. طبعا اللي هيتطرح من بعض اللي هي الارقام اللي ما فيهاش عين من بعض، يبقى ال 15,000 ناقص 31 دول هيفضلوا نفس مكانهم، ويطرح لهم ال 14,000 تروح الطرف الشمال، والعين هتروح الطرف الايمن بعكس الاشاره. يبقى 4,083 راحت الطرف الايمن بدل ما هي كانت بالسالب هتروح الناحيه الثانيه بالموجب، والطرف الثاني اصبح 15,000 ناقص 31 ناقص 14,724 هيدينا الناتج 245، اللي بينها اقدر اطلع العين، العين هتساوي 245 على 4,083 33%، يطلع ان المعدل 6% اللي هو هيبقى 6% سنوي. كده احنا شفنا ازاي لو جات لي المساله بطريقه مختلفه ان هو عايز يخليني اطلع العين. نفس الكلام هسيب لكم المساله قدامكم اهي، انتوا خدوها حلوها. هنا عايز يحسب القيمه الاسميه للكمبياله، وهوريكم الحل بتاعها مكتوب قدامكم علشان اللي عايز يحلها لوحده. طيب ندخل بعد كده على الفصل اللي بعده اللي هو تسوية الديون. طيب احنا في تسوية الديون بنعتمد على ان العميل حابب ان هو يبدل الديون القديمة بتاعته بديون تانية جديدة. طيب احنا موضوع تسوية الديون احنا بنعتمد على ثلاث قواعد. ايه هما ثلاث قواعد؟ كل قاعدة منهم هتختلف على حسب نوع معدل اللي هو مدهولي في المسألة، فممكن يديني في المسألة معدل فايدة، وممكن يديني في المسألة معدل خصم، ممكن يديني ان معدل الفايدة يساوي معدل الخصم. يبقى انا عندي ثلاث حالات، يا اما يبقى في المسألة الحالة الاولى المعدل الفايدة، وهنا هنعتمد على قاعدة بنقول فيها ان هناخد تاريخ التسوية في الحالة الاولى في حالة لو كان معدل فايدة، هناخد تاريخ التسوية عند ابعد تاريخ او اخر تاريخ في المسألة. فمثلا لو انا عندي مسألة، في المسألة لقيت ان انا عندي الديون القديمة والديون الجديدة كانت بتتراوح ما بين شهر، واحدة في شهر 3، واحدة شهر 7، واحدة شهر 10، واحدة شهر 11. هنشوف في الديون القديمة والجديدة ابعد تاريخ في الاتنين مع بعض، ويبقى هو ابعد واحد فيهم هو ده تاريخ التسوية. وفي الحالة دي مادام قررنا ان احنا هنقف عند ابعد تاريخ، يبقى في الحالة دي هنستخدم القانون بتاع جملة الديون القديمة بتساوي جملة الديون الجديدة، وهنا بنحسب الجملة
لكل مبلغ من الديون القديمة أو الديون الجديدة بالقانون بتاع الجملة اللي هو أ في 1 زائد ع في ن، لأن أنا هشتغل على كل مبلغ لوحده. طيب في الحالة التانية لو كان مديني في المسألة معدل خصم، إيه اللي هنعمله؟ هنبقى بدل ما هنقف عند أبعد تاريخ إحنا هنقف عند أقرب تاريخ. يبقى في حالة المعدل الخصم بنقرر إن إحنا هنقف عند أقرب تاريخ في المسألة، ويبقى هو ده تاريخ التسوية. فمثلا لو المبالغ بدأ من شهر 1 وبعد كده بدأ الدين التاني شهر 3 شهر 5 شهر 10 شهر 11، كل المبالغ اللي جاية بعد كده ماليش دعوة بيها، أنا هقف عند أقرب تاريخ اللي هو أول تاريخ في المسألة، هو ده اللي هنخليه تاريخ التسوية. وفي الحالة دي ما دام قررنا نقف عند أول تاريخ في المسألة عند أقرب تاريخ، هنستخدم القانون بتاع القيمة الحالية، وهنقول إن القيمة الحالية للديون القديمة بتساوي القيمة الحالية للديون الجديدة. طيب في حالة لو كان مديني إن معدل الفايدة يساوي معدل الخصم، هنا بنستخدم تاريخ اللي هو هيحدده في المسألة، بيبقى هو بيقول لي بقى وفي يوم كذا هقرر العميل يستبدل الديون القديمة بالديون الجديدة. يبقى التاريخ اللي هو هيذكره في المسألة هو ده تاريخ التسوية. قد يكون التاريخ اللي هو هيذكره ده فيه مبالغ قبله ومبالغ بعده. في الحالة دي احنا هنبص على المبالغ اللي موجودة، انا المبالغ اللي قبل تاريخ التسوية بنحسب لها جملة، والمبالغ اللي بعد تاريخ التسوية بنحسب لها قيمة حالية. يبقى التاريخ اللي احنا واقفين عنده هنقف عند التاريخ اللي هو هيذكره في الحالة الأخيرة، لما يكون الاتنين مع بعض بيساوي بعض، معدل الفايدة بيساوي معدل الخصم، هنقف عند التاريخ اللي هيذكره في المسألة، يقول أنا في يوم كذا أراد المدين استبدال ديونه بديون تانية جديدة، يبقى التاريخ ده هو ده تاريخ التسوية اللي هيذكر في المسألة. وهنا نشوف اللي على يمين تاريخ التسوية ده هيتحسب له جملة، واللي على شمال تاريخ التسوية هنحسب له قيمة حالية. ويبقى القانون اللي هنستخدمه ان قيمة الديون القديمة هتساوي قيمة الديون الجديدة. طيب نيجي بعد كده نبدأ نشوف مثال كده مع بعض. بيقول لي في اول يناير 2017 كانت احدى الشركات مدينة بالمبالغ الاتية: كان اول مبلغ 10,000 يستحق في اول ابريل، تاني مبلغ 20,000 يستحق في اول يونيو، تالت مبلغ كان 30,000 يستحق في اول سبتمبر اخر سبتمبر. طيب قال لي وقد اتفقت الشركة مع الدائن على استبدال الديون القديمة بثلاث كمبيالات تستحق السداد في أول مايو وأول أغسطس وأول نوفمبر من نفس العام على التوالي، فإذا كانت نسبة القيمة الإسمية للكمبيالة الأولى إلى الثانية كنسبة 6:11، ونسبة القيمة الإسمية للثالثة إلى الثانية كنسبة 5:8، احسب القيمة الإسمية لكل كمبيالة وذلك في الحالات التالية: الحالة الأولى إذا كان معدل الفايدة، بقى هنا عايز يحل لو كان المعدل اللي جاي لي ده معدل فايدة 10%. تاني حالة إذا كان معدل خصم، يبقى ممكن نحلها بمعدل فايدة وممكن نحلها بمعدل خصم. طيب تعالى كده نبدأ نحط الحاجات الثوابت اللي موجودة في المسألة. الحاجات اللي ثابتة إن أنا هرسم الديون القديمة وهنرسم الديون الجديدة، وهفترض قيمة إسمية لكل كمبيالة من الديون الجديدة على حسب النسب اللي هو حددها في المسألة، لأنه قال لي الأولى للتانية 6:11 والتالتة للتانية 5:8، يبقى أنا هفترض قيم إسمية من عندي، هي دي القيم الإسمية على حسب النسب المعطى في المسألة، هي دي القيم الإسمية اللي احنا هنشتغل عليها في الديون الجديدة. طيب تعالى كده نبدأ نرسم. أول حاجة هنرسم الديون الجديدة القديمة سوري، هنلاقي إن أنا بادئ من أول يناير 2017، يبقى ده تاريخ البداية بتاعتي. هنحط على الرسم بتاعنا، هنعمل خط كده كبير، هنحط فيه التاريخ اللي أنا بدأت منه اللي هو 1/1/2017، هنقول ده الديون القديمة اللي أنا هشتغل عليها. هنحط التلات مبالغ اللي هم 10,000 و20,000 و30,000، دول التلات مبالغ اللي عندي. أول مبلغ كان أول إبريل اللي هو 1/4، يبقى أنا فوق 10,000 هكتب التاريخ بتاعها اللي هو 1/4. تاني مبلغ اللي هو 20,000 في أول يونيو، يبقى أنا فوق 20,000 هكتب 1/6 اللي هو أول يونيو. بعد كده تالت مبلغ اللي هو 30,000 في آخر سبتمبر، يبقى فوق 30,000 هنكتب اللي هو آخر سبتمبر، هو يعتبر أول أكتوبر. يبقى أنا ممكن
ان انا بدل ما اكتب 30/9/2017 لا انا هخليها 1/10 وتبقى هي، لان انا في كل المساله دي انا هشتغل بالشهور مش هشتغل بالايام، لان قلنا لما بيقول اول ومنتصف واخر قلنا المدد هنا هتتحسب بالشهور. يبقى معنى كده الاول من اخر مش هتفرق ما دام انت هتشغل بالشهور على طول. طيب يبقى كده احنا رسمنا الديون القديمه، تعالى بعد كده نرسم الديون الجديده. طيب هنعمل ايه في نفس في الديون الجديده؟ هنبدا برضو من نفس اليوم اللي انا ابتديت منه اللي هو في الديون الجديده، هبدا من 1/1/2017. هبدا بقى افترض ان انا عندي 3 كمبيالات. هو قال لي في المساله القيمه الاسميه، تعالى نرجع كده نشوف، قال لي القيمه الاسميه للاولى للثانيه 6 الى 11، والقيمه الاسميه للثالثه للثانيه 5 الى 8. طيب نشوف مين المشترك الاول بينهم كده، هنلاقي ان الاولى للثانيه وبعد كده الثالثه للثانيه، يبقى هي الكمبياله الثانيه هي اللي مشتركه اللي بتربط الثلاثه ببعض، يبقى هي الكمبياله الثانيه. دايما نخلي الكمبياله اللي بتربط الثلاثه ببعض هي اللي في النص. يبقى في الحاله دي ان انا هفترض ان انا عندي كمبياله اولى وثانيه وثالثه، وحطيت الكمبياله الثانيه في النص عشان هي اللي ربطت الاثنين ببعض، ربطت الثلاثه ببعض. طيب نحط النسب بقى اللي هو قالها، اللي هي ايه النسب؟ اللي هو قال لي الاولى للثانيه 6 ل 11. يبقى في الحاله دي بنيجي نحط النسبه اللي هي 6 الى 11 اللي هي الكمبياله الاولى 6 والثانيه 11. طيب جه بعد كده قال لي الكمبياله الثالثه الى الثانيه 5 الى 8. يبقى هنا عند الكمبياله الثالثه هنحط 5 وعند الكمبياله الثانيه هنحط 8. يبقى هنروح عند الكمبياله الثالثه هنحط 5 وعند الكمبياله الثانيه هنحط 8. طيب بنيجي نعمل الاسهم اللي احنا عاملينها دي علشان اطلع قيمه كل واحده. يبقى هضرب اول كمبياله 6 في 8 تديني 48، يبقى هفترض كده ان الكمبياله الاولى قيمتها 48 سي. تاني كمبياله هضرب 8 في 11 يديني 88، يبقى انا هفترض ان الكمبياله الثانيه ب 88 سي. تالت كمبيالة هضرب 11 في 5 تديني 55، يبقى هفترض ان الكمبيالة التالتة 55 سين، هي دي القيم اللي انا هشتغل بيها في الحل بتاعي. يبقى 48 سين 88 سين 55 سين، هنحطهم على الرسمة. يبقى دي الديون الجديدة، ونحط فوقيهم التواريخ بتاعتهم اللي هنقراها في المسألة، اللي هي كانت اول مايو اول اغسطس اول نوفمبر. يبقى هنحط 1/5 1/8 1/11 اللي هي التواريخ اللي هو ذكرها عندي. طيب بعد ما رسمنا وحطينا الفروض اللي هي دي هتبقى عندي ثابته، الرسمتين دول ثابتين عندي مش هيتغيروا، سواء هنشتغل بمعدل فايده او هنستخدم معدل خصم. طيب تعالى نشوف كده في الحاله الاولى لما كان مديني معدل فايده. لما كان مديني معدل فايده اتفقنا ان احنا هنقف عند ابعد تاريخ، سواء كان ابعد تاريخ ده موجود عند الديون القديمه او هيبقى موجود عند الديون الجديده. طيب لما نيجي نبص كده على التواريخ الاقي ان ابعد تاريخ عندي في المساله هو شهر 11 اللي هو موجود عند الدين الثالث في الديون الجديده. طيب يبقى بص كده على الديون القديمه تاني هتلاقي ان ابعد تاريخ هو 10 والديون الجديده ابعد تاريخ هو 11. انا هاخد ابعد تاريخ سواء في القديمه او الجديده، فانا ابعد تاريخ في المساله عندي هو شهر 11. يبقى انا كده هفترض ان تاريخ التسويه هو 1/11/2017. طيب يبقى احنا بنفترض ليه كده؟ علشان نبدا بقى نحسب جمله الديون القديمه واساويها بجمله الديون الجديده. طيب علشان احسب الجمله محتاج احسب مده كل دين من الديون. طيب اول دين اللي هو ال 10,000 في الديون القديمة، هنحسب بقى مدة الدين الأول ومدة الدين الثاني ومدة الدين الثالث. طيب أول دين ميعاده من 1/1 لحد تاريخ التسوية اللي أنا حددته اللي هو 1/11، يبقى احسب كده من 1/4 ل 1/11، اطرح 11 ناقص 4 يطلع لي 7 شهور، يبقى مدة الدين الأول 7 شهور. طيب تعالى نحسب الدين الثاني، نقول كده مع بعضينا احنا بسرعة، يبقى من 1/6 ل 1/11 من 6 ل 11 هيبقى 5 شهور. طيب تالت دين اللي هو 30,000 هيبقى مدته من 1/10 ل 1/11 هيبقى مدته 1 شهر. يبقى الدين الاول القديم هيبقى 7 شهور، تاني دين من القدام
هيبقى 5 شهور، تالت دين هيبقى مدته 1 شهر. طبعا احنا بنكتب الكلام ده علشان واحنا بنحل وبنعوض في القانون يبقى قدامك مباشرة نحل على طول. طيب نيجي بعد كده في الديون الجديدة هنعمل نفس الكلام، عايزين نحسب مدة أول دين اللي هو من 1/5 لـ1/11، من 5 لـ11 يبقى 6 شهور. بعد كده تاني دين من 8 لـ11 هيبقى 3 شهور. تالت دين من 1/11 لـ1/11 هيبقى مدته 0، يبقى تالت التلات ديون الجديدة كلها هتتحسب، يبقى 4 شهور، 6 شهور، 4 شهور، 0. طيب قلنا هنطبق القانون واحنا شغالين في الجملة، قلنا هنطبق قانون الجملة اللي هو ألف واحد زائد عين في نون، واشتغل على كل مبلغ من المبالغ اللي هو مديها لي. يبقى هنيجي كده على الديون القديمة، هضرب المبلغ في 1 زائد عين في نون اللي هي المدة بتاعته، يبقى على 10,000، واحد زائد المعدل 10 على 100 في المدة بتاعته اللي هي 7 شهور اللي احنا حسبناها، تبقى 7 شهور على 12، زائد المبلغ التاني في 1 زائد عين في نون اللي هو المعدل 10 على 100 في مدته 5 على 12، زائد المبلغ التالت 30,000 في 1 زائد عين في نون لو 10 على 100 في 1 على 12. يبقى كده دي جملة الديون القديمة، هنسويها بجملة الديون الجديدة اللي هي هنبدأ بأول دين اللي هو عبارة عن 48 س نضربه في 1 زائد عين في نون، زائد المبلغ التاني اللي هو 88 س هنضربه في 1 زائد عين في نون، تالت مبلغ هناخد 55 س هنضربه في 1 زائد عين في نون، هيطلع لي أول مبلغ 48 س في 1 زائد 10% في المدة بتاعته احنا حاسبينها اهي في تمهيد الحل في 6 على 12. نفس الكلام هنعمل نفس القانون بالتطبيق على المبلغ التاني والتالت، ونجمع يطلع لي كده جملة الديون الجديدة. طيب جملة الديون القديمة كده طلعت 61,666.67، وجملة الديون الجديدة طلعت ب 196.33 س. نودي المعامل بتاع س الناحية التانية في المقام، يبقى الس هتساوي 314.1. دي كده قيمة س. طيب أنا بعد ما طلعت قيمة س عايز بقى أطلع قيمة كل دين من الديون الجديدة. هو الدين الأول قيمته عبارة عن 48 س، طيب أنا علشان أقول القيمة الإسمية بتاعت الدين الأول دي بكام، هضرب ال 48 في الس اللي هي الس اللي طلعت عندي، يبقى أول دين القيمة الإسمية بتاعته 48 س، هضرب 48 في 314.1 يطلع لي كده الناتج بتاع القيمة الإسمية للكمبيالة الأولى. طيب القيمة الإسمية للكمبيالة التانية الجديدة هنضرب، هي احنا مفترضينها ب 88 س، هضرب 88 في قيمة الس ويطلع الناتج. نفس الكلام في الكمبيالة التالتة احنا كنا مفترضينها ب 55 س، هنضرب 55 في الناتج بتاع س ونطلع الناتج بتاعها. يبقى احنا كده خلصنا في حالة لو هو شغال في المسألة معدل فايدة. طيب لو كان معدل خصم، لو هو قال لي ان المسألة معدل خصم، طيب بيقول لي هنا في الحالة دي بيتم تحديد، اتفقنا لما يكون المعدل بتاعي معدل خصم هنقف عند اقرب تاريخ بالنسبة للديون القديمة او الجديدة. طيب تعالى كده نبص على الرسم، هنلاقي ان اقرب تاريخ هو 1/1/2017. طيب يبقى احنا هنا هنعتبر ان التاريخ ده هو ده تاريخ التسوية بتاعنا، وفي الحالة دي هنيجي بقى نحسب اول دين وتاني دين وتالت دين. هيبقى اول دين مدته من 1/1 لـ1/4، يبقى المدة بتاعته 3 شهور. تاني دين من 1/1 لـ1/6 هيبقى مدته 5 شهور. تالت دين من 1/1 لـ1/10 هيبقى مدته 9 شهور. نكتب الكلام ده علشان يبقى قدامنا احنا شغالين، يبقى ادي المدد بتاعت الديون القديمة. نفس الكلام في الديون الجديدة، تعالى نحسب كده الديون الجديدة مدتها هتبقى الديون الجديدة من 1/1 لـ1/5 يبقى 4 شهور، يبقى أول دين بعد 4 شهور. تاني دين من 1/1 لـ1/8 هيبقى 7 شهور. تالت دين من 1/1 لـ1/11 يبقى كده 10 شهور. ويبقى كده أنا حددت الديون الجديدة، مدة الديون الجديدة. طيب هنا هنستخدم بقى قانون القيمة الحالية، هنقول إن القيمة الحالية للديون القديمة هتساوي القيمة الحالية للديون الجديدة. طيب نيجي بقى نعوض في القانون بتاع كل واحد منهم،
القانون بتاع القيمة الحالية هنا هنستخدم قانون القيمة الحالية التجارية اللي هو بيقول إيه؟ بيقول ق س اللي هي المبلغ في واحد ناقص ع في ن، يبقى أول كمبيالة قيمتها 10,000 مضروبة في واحد ناقص المعدل اللي هو 10 على 100 في مدتها اللي هي 3 على 12، زائد المبلغ التاني نفس الكلام 20,000 اللي هو المبلغ في واحد ناقص المعدل 10 على 100 في مدتها 5 على 12، زائد المبلغ التالت نفس الكلام وهكذا. طيب الكلام ده يساوي القيمة الحالية للديون الجديدة اللي هي هاخد أول دين اللي هو 48 س اللي هو أول دين في الفداد، هضربه برضو في نفس الكلام قانون واحد، واحد ناقص ع في ن اللي هو واحد ناقص المعدل 10 على 100 في مدته 4 شهور، نفس الكلام في التانية والتالتة، ونجمع هنلاقي إن مجموع القيم الحالية للديون القديمة 56,666.67، ومجموع القيم الحالية للديون الجديدة 179.68 س، طبعا الناتج اللي بيطلع مضروب في س. نودي المعامل بتاع س الطرف الثاني مقسوم في المقام، يبقى الس بتاعتي بتساوي 315.38، ومنها اقدر اجيب القيمة الاسمية لكل كمبيالة بان انا اضرب ال 48 في س تطلع الكمبيالة الاولى، واضرب ال 88 في الس تطلع الكمبيالة الثانية، واضرب ال 55 في الس تطلع قيمة الكمبيالة الثالثة. طيب في مثال تاني قدامك اهو، انتوا هتحلوه، انا هسيبه ثواني كده تحلوه لوحديكوا وهوريكوا الحل بتاعه برضو محلول، وانتوا تقعدوا تطبقوه بنفسكم. ده الرسم ودي النسب اللي احنا افترضناها. طيب القوانين اللي احنا هنشتغل بيها في حالة لو كان مديني معدل فايدة، ودي النواتج اللي هتطلع، دي الحاجات اللي الخطوة الأخيرة اللي هنعملها عشان نطلع القيمة الإسمية لكل كمبيال. طيب في حالة لو كان المعدل بتاعنا خصم، هنحسب الديون بتاعتنا على تاريخ التسوية اللي هنحسبه على أقرب تاريخ، هتبقى دي المدد وهيبقى ده التعويض بتاعها ودي النواتج اللي هتطلع. ندخل على الفصل الأخير اللي هو استهلاك القروض. أنا عندي في استهلاك القروض عدة طرق، أهمهم إحنا هنتناول دلوقتي ثلاث طرق منهم، اللي هي طريقة الفوائد الدورية، وهناخد طريقة الأقساط المتساوية من الأصل والفوائد معا، وآخر طريقة هناخد طريقة الأقساط المتساوية من الأصل فقط. طيب تعالى نبدأ بالطريقة اللي هي بتاعت طريقة الفوائد الدورية. دي عبارة عن إن إحنا بنسدد أصل القرض في نهاية المدة، وهنسدد الفوائد بشكل دوري كل فترة زمنية اللي هي بنسميها فايدة دورية، مش عشان هي بتدفع بشكل دوري. طيب في الطريقة دي بيعمل إيه العميل؟ بيتفق مع البنك إن هو هيسدد القرض بتاعه في آخر المدة، يعني أنا واخد قرض مدته 5 سنين، هتفق مع البنك إن أنا هسدد القرض بتاعي في نهاية ال5 سنوات. طيب أثناء ال5 سنين العميل بيسدد جزء دوري من الفوائد، يعني مثلا الفوائد اللي هو هيدفع على القرض هنسددها مش كلها مرة واحدة مع نهاية المدة، هنسددها مع بعض بشكل دوري كل فترة دورية. طيب الخطوات اللي هنتبعها هنا، بنعمل مجموعة من الخطوات كده في الأول علشان نبدأ نحل المسألة. إيه هي الخطوات اللي بنعملها؟ إن أنا بعمل في الأول 3 خطوات، اللي هما بنحسب قيمة الفايدة الدورية الواحدة. طبعا في المسألة بيبقى عندي مجموعة من المعطيات اللي بنلاقيها في المسألة، زي ايه؟ بيبقى مديني أصل القرض، وبيبقى مديني المعدل والمدة اللي هي بنسميها نون اللي هي مدة القرض بالكامل، ومدة تانية بنسميها مدة الفايدة الدورية الواحدة. وبنفرق ما بين المدتين إن مدة القرض بالكامل هنسميها نون، ومدة الفايدة الدورية الواحدة بنسميها نون شرط. فمثلا لو مدة القرض 2 سنين وهنسدد الفايدة الدورية كل 3 شهور، يبقى مدة القرض اللي هي 2 سنين دي هنسميها نون، ومدة اللي هي الفايدة الدورية الواحدة اللي هي كل 3 شهور دي اللي هنسميها نون شرط. طيب أنا لما باجي أحل بحسب قيمة الفايدة الدورية الواحدة اللي هي في شرطة،
بان انا بضرب المبلغ اللي هو اصل القرض في المعدل في النون شرط اللي هي الثلاث شهور او الشهرين زي ما تيجي في المساله. يبقى الفي شرطه بتساوي الف في عين في نون شرطه. طيب بعد ما بطلع الفائده الدوريه الواحده بنيجي نحسب رقم 2 عدد الفوائد الدوريه. اللي هي بنحسبها ازاي؟ بنقسم مده القرض بالكامل على مده الفائده الدوريه الواحده اللي هي بنقسم نون على النون شرطه. بعد كده بنرسم المساله وبنطلع الرسمه بتاعه اللي هي الفوائد الدوريه اللي عندي، بنحددها في الرسم علشان اقدر منها اجيب مده الدفعات بتاعه الاولى والثانيه او حسب ما يحدد لي الدفعات اللي هو عايزها. طيب في مجموعه من المشاكل بتقابلني اثناء واحنا شغالين اللي هي بنسميها المشاكل الخاصه بالفوائد الدوريه، في حاله لو ان العميل قام بالتاخر في بعض او في كل الفوائد الدوريه. تاني مشكله اللي هي خاصه بان هو يتاخر عن سداد اصل القرض. طيب تالت مشكله في حاله ان هو لو قام باستثمار، لو كان البنك قام باستثمار الفوائد الدوريه المسدده في معادها. طيب في الحاله دي بنيجي نشوف كده مع بعض. تعالى كده نحسب مع بعض، نشوف مثال ونحسب عليه الكلام اللي احنا بنقوله. بيقول لي اقترض شخص مبلغ 20,000 جنيه من احد البنوك التي تحسب فايده بسيطه بمعدل 10% سنويا لمده سنتين، واتفق مع البنك على سداد اصل القرض في نهايه المده وسداد الفوائد المستحقه بصوره دوريه اخر كل 3 شهور. يبقى هنا من المعطيات اللي انا قلتها دلوقتي ان هو عرفنا ان المبلغ اللي اقترضه كان 20,000 يبقى ده الف، بمعدل 10% يبقى ده عين، لمده سنتين يبقى دي نون. طبعا انا يعني هنا بنكتب المدد في المساله دي كلها بالشهور، فيبقى مده القرض اللي هي سنتين هنكتبها 24 شهر، واتفق على سداد القرض ده في نهايه المده وسداد الفوائد بصوره دوريه. مهم جدا ان احنا نعرف الطريقه اللي احنا هنستخدمها في سداد القروض. طب هنا انا هعرف الطريقه ازاي؟ هو بيحددها في المساله عن طريق ان هو يقول لي اتفق مع البنك على سداد القرض ازاي. فهنا قال لي ان هو سدد القرض في نهايه المده وسداد الفوائد بصوره دوريه، يبقى دي طريقه الفوائد الدوريه اللي احنا شغالين بيها. طيب ما دام هنا شغالين بطريقه الفوائد الدوريه يبقى هو هيحدد لي مده الفائده الدوريه الواحده، اللي هو قال لي هنسدد بالفائده الدوريه بشكل دوري اخر كل 3 شهور، يبقى دي عباره عن النون شرطه اللي هي 3 شهور. طيب اربع حاجات دول هنقدر ان احنا نعمل بيهم الثلاث خطوات اللي احنا اتفقنا عليهم في الاول، اللي هم عباره عن ان انا اضرب المبلغ، اجيب الفي شرطه الاول اللي هي قيمه الفائده الدوريه الواحده، اللي هي هضرب المبلغ في المعدل في المده، اللي هي هضرب 20,000 في المعدل 10% في المده اللي هي 3/12 واطلع الناتج. طيب تاني حاجه ان انا هحسب عدد الفوائد الدوريه اللي هي بقسم نون على نون شرطه، اللي هي بقسم المده بتاعت القرض بالكامل على مده الفائده الدوريه الواحده، واحنا قلنا مده القرض سنتين اللي هم 24 شهر على مده الفائده الدوريه الواحده اللي هي كل 3 شهور، يبقى هنقسم 24 على 3 اللي يبقوا 8 فوائد دوريه. تعالى بقى نرسم المده بتاعت القرض كلها الاول. يعني انا باجي اعمل خط كده بحدد عليه مده القرض بالكامل اللي هو هيبقى 24 شهر، وبنلاقي ان الفائده الدوريه بتدفع كل 3 شهور. انا عندي 8 فوائد دوريه، يبقى انا هاجي احط 8 دفعات، 1 2 3 4 5 6 7 8، وما بين كل فايده واللي وراها يبقى الفتره اللي في النص دي 3 شهور، يبقى دي 3 شهور، واللي بينهم اللي ما بين كل خطين من دول عباره عن 3 شهور. طيب يبقى كده لحد كده، لحد ما احنا واقفين هنا كده، دي كده الرسمه اللي انا عملتها. طبعا الست شهور دول لسه ما لهمش وجود، هنعرفهم بعد كده واحنا بنكمل المساله. يبقى احنا رسمتنا لغايه دلوقتي اللي هي ال 24 شهر اللي في الاول دول، حطيت المده بتاعتي اللي هي السنتين ال 24 شهر، وحطيت تحتيهم الثمان دفعات. طبعا الدفعات كلها بتبقى اخر مش اول، يبقى هي اخر كل 3 شهور. يبقى انا هعمل سهم وهكتب عنده 500، وراها سهم تاني عنده 500، وهكذا. هنعمل الكلام ده 8 مرات عشان انا عندي 8 دفعات، وما بين كل سهم واللي بعده او بين كل خط واللي جنبه 3 شهور، يبقى دي المده بتاعت كل فايده من واللي ورا. طيب بعد ما رسمنا تعالى بقى نبدا نشوف ايه المشاكل اللي ممكن تذكر في المساله. زي ان هو يقول لي وبعد سداد الثلاث فوائد الدوريه الاولى في ميعادها، اتفق مع البنك على تاجيل سداد الاصل القرض
والفوائد المستحقة بعد نهاية مدة القرض ب6 شهور. يبقى معنى كده ان العميل ما التزمش في ميعاده بان هو يسدد اصل القرض في نهاية المدة، وكمان دفع 3 فوائد دورية بس في موعدهم وطلب ان هو يأجل الباقي. يبقى معنى كده ان احنا هنكتب ان عدد الفوائد الدورية المسددة كانوا 3 بس، هو قال لي ان هو سدد 3 في موعدهم، وهيطلب تأجيل الباقي اللي هم هيبقى عدد الفوائد الدورية المتأخرة هنا هيبقوا 5 فوائد دورية. طيب نيجي بعد كده، بما ان هو اتأخر ان هو هيسدد 3 بس ويتأخر في الـ5 اللي باقيين، هو قال لي ان هو طلب من البنك ان هو يسدد اصل القرض والفوائد المستحقة بعد نهاية مدة القرض ب6 شهور. يبقى في الحالة دي هنيجي بقى نعمل ان بعد القرض ما هيخلص اللي هو في نهاية الـ24 شهر، هنضيف بعديه كمان مدة زيادة اللي هو طلب ان هو يأجل المدة الزيادة اللي هو طلبها اللي هي 6 شهور. بس احنا في الـ6 شهور دول او الحاجة اللي هو اتأخر فيها هنحسب عليها فوائد تأخير. طيب يبقى هو هتأخر عن سداد اصل القرض وهيتأخر عن سداد الفوائد الدورية. طيب انا لما يتأخر في اصل القرض والفوائد الدورية بنحسب عليهم فوائد تأخير على حسب كل نوع. فلو هنيجي نحسب فوائد تأخير الفوائد الدورية، بنيجي نضرب الفيه شرطة اللي هي قيمة الفائدة الدورية الواحدة في عين تأخير في 1/12 في نون، والنون دي هتبقى عدد الدفعات المتأخرة في س1 + س2. طب تعالى كده نعوض، يبقى الفيه شرطة اللي هي قيمة الفائدة الدورية الواحدة اللي هي 500 في المعدل بتاع التأخير، لازم نبص عليه كده نشوفه بكام في المسألة. قال لي وعلى أن تحسب فوائد تأخير على القرض بمعدل 11% وعلى الفوائد الدورية بمعدل 12%، يبقى مديني معدلين تأخير، واحد للقرض وواحد للفوائد الدورية. طيب تعالى كده نعوض بقى، يبقى أنا عندي هنا في عين تأخير بتاعة الفوائد الدورية اللي أنا شغال عليها دلوقتي اللي هي 12%. طيب في 1/12 في ن/2، نون هنا عدد الدفعات المتأخرة اللي هما كام فايدة متأخرة؟ اللي هما 5، يبقى هنقسم 5/2 في، تعالى بقى نحسب س1 و س2. طب س1 دي اللي هي عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن مدة أول دفعة اتأخرت. طب هي مين أول دفعة اتأخرت؟ هو سدد 3، يعني سدد أول 500 وتاني واحدة وتالت واحدة، طيب دول اللي اتدفعوا. طيب أول دفعة متأخرة هي دي بقى الدفعة أول واحدة اتأخرت من الـ5، يبقى الدفعات المتأخرة أدي 1 2 3 4 5. طيب احنا لما نقول س1 + س2 يبقى احنا عايزين نحسب اول واحدة اتأخرت اللي هي عندي هنا دي، واخر واحدة اتأخرت اللي هي دي. طيب تعالى كده نحسب اول واحدة اتأخرت اللي هي تبقى الدفعة الرابعة. طيب نحسبها ازاي؟ تعالى نشوف من السهم بتاعها كده في كام فترة جاية بعديها ونجمعهم ويبقى هي دي المدة بتاعتها. يبقى انا عندي هنا الـ500 دي هيبقى المدة بتاعتها لحد نهاية الفترة بتاعت التأجيل، هنلاقي ان هي 3 شهور زائد 3 + 3 + 3 مجموع دول هيبقى 3 6 9 12، يبقى مجموع الجزء ده كده 12 شهر زائد الـ6 شهور يبقى كده المجموع كله 18 شهر. يبقى انا عندي س1 هتطلع ب18. جبناها منين 18؟ نقف عند اول واحدة متأخرة اللي هي دي، هنحسب الفترات اللي جاية بعدها. انا عندي 3 و3 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 مجموعهم 12 زائد الـ6 اللي بعديهم، يبقى انا كده عندي 18 شهر. طيب نيجي بعد كده عند س2، دي مدة اخر دفعة متأخرة هنقف عندها اللي هي دي، هتبقى دي اخر دفعة اتأخرت عندي. طيب هتبقى المدة بتاعتها عبارة عن المدة اللي جاية بعديها اللي هي ما عنديش غير 6 شهور بس، هما دول اللي جايين بعدها، يبقى اخر دفعة هتقعد 6 شهور ونطلع الناتج، يبقى هي دي فوائد التأخير بتاعت فوائد الدورية المتأخرة. طيب نيجي بعد كده نحسب فوائد تأخير أصل القرض. طيب بنحسبها ازاي فوائد التأخير بتاعت أصل القرض؟ بنضرب المبلغ اللي هو القرض في عين تأخير في نون تأخير اللي هي المدة اللي هو هيتأخر. طيب الألف بـ20,000 في عين تأخير، تعال نرجع كده نفتكر ان هو مديني معدل تأخير القرض 11%، يبقى في عين تأخير بتاعة القرض
اللي هي 11 عالمية في مدة التأخير. هو القرض كان ميعاده يدفع في نهاية ال 24 شهر اللي هو في نهاية السنتين، هو هيأجله لمدة 6 شهور بس. يبقى في الحالة دي عنون تأخير بتاعة القرض هتبقى 6 شهور، يبقى في 6 على 12 يطلع لي إن فوائد التأخير بتاعة القرض 11100. طيب نيجي بعد كده نحسب فوائد استثمار الفوائد الدورية المسددة. طيب بنحسبها ازاي؟ الفوائد الاستثمار دي اللي بيعملها هو البنك، يعني العميل ملوش دعوة بيه. يبقى معنى كده ان هو لما يجي نتكلم عن الفوائد اللي يتحملها المدين، المدين هنا ملوش دعوة بفوائد الاستثمار، لان الفوائد الاستثمار دي تمت عن طريق البنك والبنك هو اللي بياخدها، فيبقى العميل ملوش دعوة بيه. طيب نحسب بقى فوائد الاستثمار ازاي؟ بنيجي نقول ان فوائد الاستثمار الفوائد الدورية المسددة، هنا احنا بنحسب فوائد الاستثمار على الدفعات اللي اتدفعت بس، اللي هم عبارة عن 3 دفعات. قال لي ان المسألة ان هو سدد 3 فوائد دورية بس، يبقى دي الفوائد الدورية اللي احنا هنستثمرها، اللي هو كل واحدة منهم ب 500 جنيه. يبقى البنك عمل استثمار ل 3 دفعات قيمة الواحدة ب 500. طيب بنحسب فوائد الاستثمار بنفس قانون الدفعات، اللي هو عبارة عن قيمة الفائدة الدورية اللي هي فيها شرطة في عين في 1/12 في نون على 2 في سين 1 + سين 2. هو يشبه القانون بتاع فوائد التأخير، ولكن ان انا في الاستثمار بشتغل على عدد الدفعات المسددة مش المتأخرة. فيبقى معنى كده لما اجي اعوض هاجي اضرب الفه شرطة اللي هي ب 500 في عين استثمار. هو قال لي ان البنك قام باستثمار الدفعات او الفوائد فور استلامها، خلي بالنا من كلمة فور استلامها دي، بمعدل 13%. طيب يبقى كده العين استثمار بتاعتي 13%، يبقى معنى كده ان انا هضرب قيمة الدفعة في المعدل اللي هو 13% في 1/12 في عدد الدفعات على 2 اللي هم 3/2، لان هو سد 3 بس، يبقى في 3/2 في. تعالى بقى الجزء المهم جدا، هو ازاي نحسب سين 1 وسين 2. طيب سين 1 اللي هي اول دفعة اتسددت هتقعد مدة قد ايه لحد نهاية المدة؟ طيب تعالى كده نبدأ نبص عليها في الرسم. اول دفعة اتسددت اللي هي اول واحدة في الدفعات كلها اللي هي هتبقى ال 500 دي، هتبقى عبارة عن المدة بالكامل اللي هي 24 زائد الستة، ونشيل منها ال3 شهور السابقين ليها. يبقى انا عندي هنا الدفعة الاولى هتبقى عبارة عن ال24 والستة، يبقوا دول 30. ال30 نشيل منهم ال3 شهور اللي قبلها اللي هم ال3 شهور دول، يبقى في الحالة دي اول دفعة هتقعد 27 شهر. طيب يبقى اول دفعة كده عرفنا ازاي حسبناها 27. طيب اخر دفعة، اخر دفعة اللي هي اخر واحدة اتسددت اللي هي رقم 3 اللي هي الدفعة الثالثة. طيب نحسب مدتها ازاي؟ ممكن ان انا احسب المدد اللي جايه بعدها على طول، اللي هي هنحسب كام 3 شهور وجايين بعدها ونزود عليهم ال6 شهور. يبقى انا عندي هنا 3 شهور 3 و3 6 9 12 15 15 و6 بعديهم يبقى 21. يبقى اخر دفعه عندي هتبقى مدتها 21. طيب يبقى احنا كده عرفنا ازاي نعوض. هنطلع القيمة بتاعت مجموع فوائد الاستثمار هيطلع 390. طيب نيجي بعد كده نحسب بقى شوية حاجات هو ممكن يطلبها منك، اللي هو يقول لك احسب جملة ما يلتزم المدين بسداده في نهاية المدة. جملة اللي هيلتزم بيه في نهاية المدة هو أصل القرض زائد كل الفوائد المستحقة عليه في نهاية المدة. طيب أصل القرض اللي هو 20,000 زائد الفوائد الدورية المستحقة عليه، هنلاقي ان هو عليه لسه في 5 فوائد دورية ما تدفعوش، اللي هو هيبقى 5 في 500 زائد الفوائد التأخير اللي احنا ضفناها عليه، اللي هو فايدة تأخير القرض اللي هي 1100 زائد فايدة تأخير الفوائد الدورية اللي هي 300. يبقى دي كده جملة الفوائد المستحقة عليه او جملة المبالغ اللي هو هيسددها في نهاية المدة. طيب عايزين نشوف مجموع الفوائد اللي حققها البنك. طيب مجموع الفوائد اللي بيحققها البنك هي تشبه مطلوب تاني اسمه مجموع الفوائد اللي تحملها المدين،
بس هنفرق ما بين الاتنين دول. تعالى كده نرجع للقوانين اللي انا عايزين نعرفها. مجموع الفوائد اللي تحملها المدين هي نفس مجموع الفوائد اللي حققها البنك او الدائن، بس الاختلاف ان احنا بنزود عليها حاجة واحدة زيادة اللي هي فوائد الاستثمار. يبقى لو بصينا كده على الفوائد اللي تحملها المدين، هنلاقي ان هي عبارة عن الفوائد الدورية المسددة والمتأخرة. يعني هو سدد 3 في 500 وتأخر في 5 في 500، يبقى هنجمع الاتنين على بعض، يبقى 3 في 500 زائد 5 في 500 زائد هنحط عليها فايدة تأخير القرض اللي هي 1100 زائد فايدة تأخير الفوائد الدورية اللي هي 300. يبقى احنا كده لو جينا حبينا نحسب مجموع الفوائد اللي تحملها المدين، هنجمع أول بند اللي هو الفوائد الدورية اللي اتسددت 3 في 500 زائد الفوائد الدورية المتأخرة اللي هم 5 في 500 زائد فايدة تأخير القرض اللي هي 1100 زائد فايدة تأخير الفوائد الدورية اللي هي 300. طيب لو جينا نقول عايزين نحسب مجموع الفوائد اللي حققها البنك اللي هو الدائن، بنيجي نقول في الحالة دي بناخد نفس البنود اللي فاتت وزيادة عليها فوائد الاستثمار بتاعت الفوائد الدورية المسددة. طيب يبقى تعالى كده نطبق على السؤال بتاعنا. يبقى هو هنا عايز مجموع الفوائد اللي هو حققها البنك، يبقى هناخد المسددة فوائد الدورية المسددة والمتأخرة فايدة تأخير القرض فايدة تأخير الفوائد الدورية وفوائد الاستثمار بتاعت الفوائد المسددة. يبقى الفوائد المسددة 3 في 500، فوائد المتأخرة 5 في 500، فايدة تأخير القرض 1100، فايدة تأخير الدفعات أو الفوائد الدورية 300، وفوائد الاستثمار بتاعت الفوائد الدورية المسددة 390. ويبقى المجموع هو ده مجموع الفوائد اللي حققها البنك. طيب جه بعد كده يطلب مني معدل العام على الاستثمار اللي حققه البنك. المعدل العام على الاستثمار هنا بنقسم مجموع الفوائد اللي حققها البنك او الدائن على اصل القرض في المدة بالكامل شاملة المدة اللي هو زودها بعد كده علشان التأخير. يبقى معنى كده ان انا هقسم مجموع الفوائد اللي حققها البنك 5790 على اصل القرض اللي هو 20000 في المدة بتاعتي اللي هي 30 على 12، ويبقى انا كده حسبت المعدل العام على الاستثمار. طيب في حتة مهمة جدا في المثال اللي فات بيقول لي بفرض في المثال السابق ان البنك قام باستثمار الفوائد المسددة بعد استلامها بشهر. طيب في حالة ان هو يقول لي استثمر الفوائد الدورية بعد استلامها، هنا في الحالة دي بنيجي نحسب فوائد الاستثمار بنفس القانون زي ما احنا، بس اللي هيختلف هو المدة بتاعت اول دفعة والمدة بتاعت الدفعة الاخيرة. فلو جينا نبص كده على فوائد الاستثمار بتاعت الفوائد الدورية، احنا عملنا في نفس في ايه في القانون اللي احنا عوضنا فيه قبل كده، قلنا فوائد الاستثمار عبارة عن قيمة الدفعة اللي هي 500 في عين استثمار اللي هي 13 على 100 في 1 على 12 اللي هي المعامل بتاعنا في عدد الدفعات المسددة 3 على 2. كل ده ما غيرناش فيه حاجة. اللي هيتغير هي سين 1 وسين 2. طب ايه اللي هيتغير فيهم؟ ان لما بنيجي نحسب سين 1 وسين 2 بتاعت الاستثمار، انا حسبت اول دفعة هتقعد 27 اخر دفعة مسددة هتقعد 21. هنا المدة دي محسوبة على ان هو استثمر الفوائد الدورية فور استلامها. طب المرة دي هو قايل ان هو استثمرها بعد استلامها بشهر. طب ايه اللي هيتم؟ ان انا بعد ما حسبت المدد هطرح منها شهر، يبقى سين 1 هيطرح منها شهر هتبقى 26 وسين 2 هتبقى 20، هنطرح منها شهر تبقى 20. يبقى معنى كده ان انا عندي الفوائد بتاعه الاستثمار هيبقى القانون هو هو، ما عدا ان سين 1 بدل ما كانت 27 بقت 26، وسين 2 بعد ما كانت 21 هتبقى 20. ويبقى كده ده في حاله لو هو استثمرها بعد استلامها بشهر. نفس الكلام لو قال لي هنستثمرها بعد استلامها بشهرين او بثلاثة، لو قال لي بعد شهرين هنيجي نحسب سين 1 وسين 2 ونطرح من كل واحدة منهم شهرين. فمثلا لو جينا نبص كده، انا حاسب من سين 1 ب 27 وسين 2 ب 21، لو قال لي بعد شهرين استثمرها بعد استلامها بشهرين، هيبقى سين 1 هتبقى بدل 27 ننقص منها 2 تبقى 25، وسين 2 هننقص منها شهرين هتبقى 19، وهكذا.
طيب يبقى احنا كده خلصنا اول طريقة عندي من القروض اللي هي طريقة الفوائد الدورية. قدامنا تمرين تاني اهو، لو حد حابب يحله هسيبه ثواني لغاية ما انتوا تحلوه، بعد كده هدخل على الطريقة اللي بعدها. طيب احنا في الطريقة اللي بعدها قال لي ان احنا هنسدد القرض باقساط متساوية من الاصل والفوائد معا. الطريقة دي سهلة في ان احنا بنطبق قانون مباشر علشان احسب حاجة اسمها القسط المتساوي. احنا هنا بنتفق مع البنك على ان انا هسدد قسط متساوي بيكون متساوي داخل فيه جزء من الاصل وجزء من الفايدة، يعني ده عبارة عن جزء شامل الاتنين مع بعض. طيب احنا هنا لما بنيجي نحسب القسط المتساوي اللي داخل فيه الاصل والفوائد بنيجي نحسب القسط المتساوي بان احنا بنقول قاعدة اللي هي عبارة عن جملة القرض بتساوي جملة الاقساط. طيب احنا في جملة القرض بنقول القرض عبارة عن ألف، فبنحسب له الجملة بتاعته بألف زائد ف، أو بنضرب ألف واحد زائد عين في ن. طيب ده بالنسبة لجملة القرض. طيب جملة الأقساط بنيجي نقول جملة الأقساط هي عبارة عن دفعة، فاحنا بنسمي هنا قيمة الدفعة ط، وبنضرب ط في ن زائد الط في عين في 1/12 في عدد الدفعات اللي هي ن على 2 أو عدد الأقساط يعني، في س واحد زائد س اتنين، وساعات بنقول س زائد ص. طيب نيجي نبدأ. طيب ده بنحيث إن أنا لو عايز أحسب القسط المتساوي. طب لو أنا عايز أحسب مجموع الفوائد اللي اتحملها المدين، بنقول إن الفوائد اللي اتحملها المدين عبارة عن مجموع الأقساط ناقص أصل القرض. مجموع الأقساط اللي هي ط في ن ناقص أصل القرض اللي هو ألف، يبقى لما نطرح الاتنين دول من بعض يطلع لي مجموع الفوائد اللي اتحملها المدين. طيب تعالى كده نشوف مثال على الجزئية دي. بيقول لي اقترض شخص مبلغ 10,000 من أحد البنوك التي تحسب فايدة بسيطة بمعدل 10% ولمدة سنتين، واتفق مع البنك على، أنا قلت لازم نبص على الطريقة اللي احنا هنستخدمها في سداد القرض لأن هي دي اللي هتحدد لي شغلي، أنا هتكمل الشغل بتاعي ازاي. فيبقى احنا هنا اتفقنا على سداد أصل القرض والفوائد معا بأقساط ربع سنوية متساوية خلال مدة القرض. يبقى احنا هنا بنسدد على أقساط متساوية من الأصل والفوائد معا. طيب ايه المعطيات اللي هم اديها لي؟ مديني ان هو اقترض مبلغ 10,000، يبقى ده ألف، بمعدل 10% يبقى ده عين، لمدة سنتين يبقى ده نون، وقلنا هنا في القروض دايما بنتعامل مع المدد كلها بالشهور، يبقى هنا لمدة 24 شهر، واتفق على سداد أصل القرض والفوائد معا بأقساط ربع سنوية. كلمة ربع سنوي يعني كل 3 شهور، يبقى دي نون شرط. طيب بنعمل ايه؟ أول حاجة نحسب عدد الأقساط، بنقسم نون على نون شرط اللي هي النون بتاعتي اللي هي 24 اللي هي مدة القرض بالكامل على نون شرط اللي هي 3 شهور، يطلع لي كده ان انا عندي 8 أقساط. طيب بنحسب كده قيمة القسط. بعد كده تاني حاجة نحسب قيمة القسط المتساوي اللي هو ط عن طريق القاعدة اللي هي جملة القرض بتساوي جملة الأقساط اللي هي بنعوض عنها، بنقول ان جملة القرض اللي هي ألف في واحد زائد عين في نون بتساوي ط في نون زائد ط في عين في 1/12 في نون على 2 س زائد س واحد، س واحد زائد س اتنين. طيب بنعوض، هنلاقي ان المجهول الوحيد اللي عندي في المسائل دي بيبقى هو الط، يبقى معنى كده ان انا هعوض في الطرف الايمن بالالف واحد زائد عين في نون، واطلع الجمله بتاعه القرض اللي هي تطلع 12,000. طيب بعد كده بنعوض في ط في نون، ط اللي هي هتنزل زي ما هي، نون اللي هي عدد الاقساط، هيبقى عندي 8 اقساط، يبقى ط في 8 زائد الط في عين، الط هتنزل، العين هتنزل 10% في 1/12 في عدد الاقساط اللي هم 8، 8 على 2 س واحد زائد س اتنين. طب عشان نحسب س واحد، ان س واحد دايما هتبقى عبارة عن مدة القرض كلها ناقص نون شرط، يعني نون ناقص نون شرط، يبقى المدة بتاعت القرض كلها 24 ناقص نون شرطة اللي هي 3 شهور، يبقى 24 ناقص 3 يبقى 21. طيب مد س اتنين دايما هتبقى صفر لأن آخر قسط هيدفع في نهاية المدة، يبقى معنى كده إن مدته اللي هي س اتنين هيبقى صفر. طيب نيجي بعد كده نجمع، يبقى هنا 12,000 بتساوي 8.7 ط،
يطلع لي ان قيمة الطه بتساوي 1379.3، يبقى كده ده قيمة القسط المتساوي. بعد ما بنطلع القسط المتساوي بيطلب مني مجموع الفوائد اللي اتحملها المدين، اللي هي عبارة عن مجموع الاقساط ناقص اصل القرض، اللي هو عبارة عن طه في نون ناقص الف، اللي هو هيبقى قيمة القسط اللي هو 1379.3 في عدد الاقساط اللي هم 8 ناقص اصل القرض اللي هو 10,000، يطلع لي مجموع الفوائد اللي اتحملها المدين. طيب في مثال تاني هنا بيديني ان هو اقترضت احدى الشركات 4 مليون من احدى البنوك، وكانت شروط البنك كما يلي: معدل الفائدة بتاع القرض 8%، مدة القرض 15 سنة، هيدفع القرض بالفوائد على اقساط متساوية نص سنوي، نص سنوي يعني كل 6 شهور خلال ال10 سنوات الاولى من القرض، وربع سنة وخلال ال5 سنوات الاخيرة من مدة القرض، وهنحسب فوائد استثمار على الأقساط المسددة بمعدل 6%. عايز يحسب مجموع قيمة الفوائد اللي حصل عليها البنك. طيب هنا لو قال لي إن هو على أقساط متساوية، يبقى معناها إن هي أقساط متساوية من الأصل والفوائد معا. طيب هو هنا مفرق ما بين إن هو هيسدد أقساط نص سنوية خلال ال10 سنين الأولى، عن إن هي أقساط ربع سنوية خلال ال5 سنوات الأخيرة. طب هنا بقى هنفرق ما بين ال10 سنين اللي في الاول عن ال5 سنين اللي في الاخر. فاحنا بنقول ان انا هشتغل بالقانون اللي احنا اتفقنا عليه، اللي هو جملة القرض بتساوي جملة الاقساط. بس جملة الاقساط هنا هيبقى متقسمة، في عندي اقساط في ال10 سنين الاولانية هتختلف عن الاقساط اللي هي في ال5 سنوات الاخيرة، لان الاقساط في ال10 سنين الاولى كانت اقساط نص سنوية، اما الاقساط اللي في ال5 سنين الاخيرة دي اقساط ربع سنوي. طيب انا هعمل الكلام ده ازاي؟ بنيجي نحسب بقى الطرف الايمن لوحده والطرف الايسر لوحده. فهاجي اقول لك جملة القرض هتساوي ايه، وقلنا جملة القرض بتبقى عبارة عن الف زائد ف او الف واحد زائد عين في نون. طيب تعال نطبق القانون الف زائد ف، اللي هو الف اللي هو 4 مليون زائد ف اللي هو الف في عين في نون، اللي هو 4 مليون في عين اللي هي 8 على 100 في نون اللي هي 15 سنة، يطلع لي 8,800,000. دي كده جملة القرض. طيب نجيب بقى جملة الأقساط مع بعض. طيب جملة الأقساط عبارة عن إيه؟ عبارة عن الطه في نون زائد الطه في عين في 1/12 في نون على 2 في سين زائد صاد، أو سين 1 زائد سين 2. طيب نخلي بالنا بقى إن عدد الأقساط في ال10 سنين هيختلف عن عدد الأقساط في ال5 سنين. ليه؟ لأن الأقساط في ال10 سنين هي أقساط نص سنوية، اما الاقساط في ال5 سنين الاخيره هي ربع سنوي. معنى كده ان احنا بندفع في ال10 سنين الاولانيه مرتين في السنه عشان هي نص سنوي، وبندفع 4 مرات في ال5 سنين الاخيره عشان القسط في ال5 سنين الاخيره ربع سنوي. يبقى معنى كده ان عدد الاقساط في ال10 سنين الاولى هيبقى ال10 سنين في مرتين في السنه عشان هو نص سنوي، يبقى 20 قسط. يطلع لي كده عدد الاقساط في ال10 سنين الاولى 20 قسط. طيب عدد الاقساط في ال5 سنين الأخيرة، هنلاقي إن أنا عندي ال5 سنين هنضربها في 4، لأن أنا عندي 4 مرات في السنة، لأن القسط ده ربع سنوي، يبقى أنا كل سنة بدفع 4 مرات، يبقى 5 في 4 هلاقي إن أنا عندي في ال5 سنين الأخيرة 20 قسط برضه، نتيجة إن أنا دفعت 4 مرات في السنة. طيب نطبق بقى القانون. هنطبق القانون بتاع الجملة اللي هو بتاع جملة الأقساط مرتين، مرة للـ10 سنين في الأول ومرة للـ5 سنين اللي بعديهم، الاتنين زائد بعض مجموعين على بعض. يبقى طه في ال10 سنين في الأول هنضرب طه في 20 زائد طه في المعدل 6 على 100 في 1/12 في عدد الأقساط 20 على 2 في هنا بقى السين 1 اتحسبت ازاي؟ احنا هنشوف أول قسط اتدفع امتى في ال15 سنة. أنا عندي السنة كلها المدة كلها 15 سنة، هنضرب 15 في 12 ونطرح منهم 6 شهور، هيطلع لي 174 شهر. طيب اخر قسط هيبقى في نهاية ال10 سنين، يبقى اخر قسط من ال10 هيبقى في نهاية ال10 سنين، يبقى المدة اللي باقيه له هي 5 سنين، اللي هي ال5 سنين في 12 يبقى 60 شهر. يبقى لما نيجي نحسب، احنا بنحسب اول قسط هيدفع بعد 6 شهور من بداية ال15 سنة، يبقى ال15 سنة نضربهم في 12 ونشيل منهم 6 شهور، يبقى ده كده مدة القسط الاولاني.
بعد كده القسط الاخير من اللي في العشر اللي في الاول هنلاقي ان هو هيدفع في نهاية العشر سنين الاولى، يبقى باقي من المدة بتاعته 5 سنين، الخمس سنين في 12 يديني 12، ان هو يديني 60 شهر. يبقى انا كده عرفت ازاي احسب مدة القسط الاول زائد مدة القسط الاخير. طيب زائد الكلام ده هنحسب بقى جملة الاقساط في الخمس سنين الاخيرة، اللي هو هنضرب ط في 20 زائد الط في المعدل 6 على 100 في 1 على 12 في عدد الاقساط على 2 في، نيجي بقى نحسب اول قسط من الاقساط اللي هي هتبقى في الخمس سنين الاخيره. انا عندي اخر 5 سنين القسط الاولاني هيدفع بعد 3 شهور من بدايه الخمس، يبقى الخمس سنين الاخيره هم 60 شهر، نشيل منهم 3 شهور يتفضل 57 شهر اللي هو مده القسط الاول. طيب القسط الاخير هو هيدفع في اخر شهر في السنه اللي هي الخمسه الاخيره، يعني في نهايه ال 15 سنه، يبقى معنى كده ان هو هيبقى مدته بتساوي 0. نجمع الكلام ده كله هيطلع 54.55% طه من 1 و2، اقدر ان انا اساوي الاتنين ببعض ان جملة القرض بتساوي جملة الاقساط، ومنها اطلع قيمة الطه اللي هي هتطلع 161319.9. طيب بعد ما طلعنا قيمة الطه اقدر اجيب بقى مجموع الفوائد اللي اتحملها المدين، اضرب قيمة القسط في عدد الاقساط ناقص اصل القرض، ده بفرض ان انا لسه ما استثمرتش. طيب انت لو عايز تستثمر بقى هنعمل ايه؟ هنحسب رقم 4 دي فوائد الاستثمار بتاعت الفوائد المسددة بنفس الطريقة، وانت بقى كمل انت الخطوة الرابعة دي. يبقى انا كده حالل على حالة ان انا هجيب مجموع الفوائد من غير استثمار. طيب بعد ما طلعت جبنا مجموع الفوائد اللي اتحملها المدين، يبقى سوري احنا هنا خلاص احنا مقصود بالاستثمار هنا ده المعدل بتاع الفائدة. طيب ندخل بعد كده ندخل على اخر طريقة اللي هي الطريقة الرابعة اللي هي سداد القرض على اقساط متساوية من الاصل فقط وسداد الفوائد على الرصيد اخر كل فترة زمنية. هنا بنعمل ايه؟ هنا بنفترض ان العميل هيسدد القرض الاصل بتاعه بس هو اللي على اقساط متساوية، والفايدة اللي هيدفعها على القرض بتدفع على الرصيد المتبقي من قيمة القرض. فهنا بنعمل ايه في الخطوات؟ بنحسب قيمة القسط المتساوي من الأصل فقط الأول اللي هو بيبقى القسط المتساوي هنا عبارة عن ألف على عدد الأقساط. بعد كده بنحسب الفايدة بتاعت كل فترة، بناخد رصيد أول المدة في المعدل في نون شرط اللي هي مدة القسط الواحد. طيب بنجيب القسط المسدد، لو أنا مطلوب مني أحسب القسط المسدد بيبقى عبارة عن القسط المتساوي زائد الفايدة المستحقة، ممكن يبقى عايز مني أكون جدول استهلاك القرض، بيبقى ده شكل الجدول، بيبقى عبارة عن اول عمود اللي هو الفترات اللي هي من 1 لحد النون بتاعتي. لو القرض 10 سنين يبقى مثلا لو عندي 10 اقساط يبقى انا عندي من 1 ل10، لو عندي 5 اقساط يبقى من 1 ل5 وهكذا. بعد كده عندي رصيد اول، بعد كده الفايدة والقسط المتساوي، بعدها القسط المسدد ورصيد اخر المدة. طيب هنا بنجيب مجموع الفوائد اللي بيتحملها المدين، بنقول بتساوي عدد الاقساط على 2 في، بنفتح قوس بنحط فايدة الفترة الأولى، وهنا فايدة الفترة الأولى دي بتتحسب عبارة عن الألف في عين في نون نون شرطة زائد فايدة الفترة الأخيرة، وهنا بتبقى عبارة عن القسط اللي هي رصيد آخر المدة اللي هي رصيد أول المدة الأخيرة في عين في نون شرطة، ونجمعهم يطلع لي كده مجموع الفوائد اللي هيتحملها المدين. طيب نيجي نشوف مثال كده، بيقول لي في اعمل جدول استهلاك القرض، بيقول لي اقترضت احدى الشركات 10000 جنيه لمدة 5 سنين بمعدل 10% سنويا، تم الاتفاق على سداد القرض بخمس اقساط متساوية من الاصل فقط مع سداد الفوائد على الرصيد، عايزني اعمل جدول استهلاك القرض. بنحسب اول حاجة القسط المتساوي، بنقسم الف على عدد الاقساط، هو هنا محدد لي ان هو على 5 اقساط متساوية، فيبقى هنا ألف على عدد الأقساط يطلع إن قيمة القسط المتساوي 2000. نيجي بعد كده نحسب الفايدة بتاعت كل فترة، هنلاقي إن رصيد أول المدة دايما بيقل بمقدار ثابت، يعني إن أنا أول فترة رصيد أول الفترة الأولى بيبقى قيمة القرض بالكامل، وبعد كده بيقل بقيمة ثابتة اللي هي عبارة عن قيمة القسط المتساوي. فهنا القسط المتساوي 2000، فيبقى رصيد اول الفترة التانية هيبقى نقص من 10000 2000 يبقى 8000، بعد كده الفترة اللي بعدها هيبقى رصيد الاول 6، اللي بعدها رصيد اول 4، اللي بعدها رصيد اول 2000 وهكذا. في الستة ما بقاش فيه رصيد اول لان كده القرض يبقى خلص،
ويبقى كده رصيد اول الخمسه ده اخر حاجه اللي هو 2000، بعدها مش هيبقى فيه حاجه لان هيبقى كده الكارت كله اتدفع. طيب بنحسب الفايده ازاي؟ بنضرب رصيد اول بتاع الفتره اللي احنا هنشتغل عليها في المعدل في المده اللي هي نون شارت. طبعا هنا نون شارت بسنه لان قال لي دي اقساط سنويه، اما لو كان قال اقساط ربع سنويه يبقى هنا النون شارت بثلاث شهور، لو قال لي اقساط نص سنويه يبقى النون شارت بست شهور وهكذا. طيب نيجي بعد كده نعمل الجدول بتاع جدول استهلاك القرض، بنحط في الجدول الفترات، بعد كده رصيد اول اللي هو بيقل بمقدار ثابت، حسبنا الفايده بتاعت كل فتره، القسط المتساوي ده ثابت فهو هيبقى 2000 جنيه ثابتين ما بيتغيروش، بعد كده القسط المدفوع بنجمع الفايده زائد القسط المتساوي، مجموع الاثنين ده اسمه القسط المدفوع، اخر حاجه رصيد اخر الفتره، وبنحسب رصيد اخر المده دي عن طريق ان انا اطرح رصيد اول ناقص قسط متساوي، يعني 10000 ناقص 2000 يديني 8، اللي بعدها 8 ناقص 2000 يديني 6 وهكذا، يبقى ده رصيد اخر كل فتره. في مثال تاني هتحلوه انتوا، ممكن يقول لي مثلا في المثال ده بيقول لي اقترضنا مبلغ 800000 من بنك لمدة 24 شهر بمعدل فايدة 8% واتفقنا على سداده على 8 أقساط ربع سنوية، يبقى هنا النون شارت بتاعتي بثلاث شهور هنسدد من أصل القرض فقط مع دفع الفوائد على الأرصدة. يبقى هو هنا حدد لنا الطريقة بتاعت سداد القرض، يبقى احنا هنحسب مع بعض القسط اللي هو المتساوي الربع سنوي لان المرة دي هو محدده ربع سنوي، يبقى ألف على عدد الأقساط يطلع لي كده قيمة القسط المتساوي. بعد كده هنبقى عارفين ان رصيد اول بيقل بال100000، يبقى معنى كده ان رصيد اول الفترة الاولى هيبقى 800، رصيد اول الفترة التانية هيبقى 700، اللي وراها 600 500 400 300 200 لحد ما اوصل اخر فترة اللي هي هتبقى 100000. طيب لو حبينا نحسب الفوائد هناخد رصيد اول كل فتره من الفترات نحسبه في المعدل في المده وهكذا، ويبقى ده شكل الجدول النهائي بتاع جدول استهلاك القرض. هنلاقي ان رصيد اول بيقل بال100000 اللي احنا قلنا عليها قيمه القسط المتساوي، هنلاقي ان الفايده لو لاحظنا هتلاقي هي كمان بتقل بمقدار ثابت، يعني لو حسبنا اول فايدتين هنلاقي ان الفايدتين الاولى والثانيه قلت بمقدار 2000 جنيه، هنلاقي ان هي بتظل بتقل برضو ب2000 جنيه، يبقى هنا الفوائد هي كمان بتقل بمقدار ثابت. لو جمعنا العمود بتاع الفوائد يبقى المجموع النهائي ده اسمه مجموع الفوائد اللي هيتحملها المدين، وممكن بدل ما اجيبها عن طريق الجدول ان انا اقعد اجمع مجموع الفوائد في الجدول كلها، ممكن اجيبها بالقانون المباشر اللي هو مجموع الفوائد اللي بتحملها المدين عباره عن عدد الاقساط مقسومه على 2 في فايده القسط، فايده الفتره الاولى زائد فايده الفتره الاخيره. طيب فايدة الفترة الأولى علشان نقدر نحسبها اضرب أصل القرض في المعدل في النون شارت، أصل القرض اللي هو 800000 في المعدل اللي هو 8 على 100 في نون شارت اللي هي 3 على 12. طيب فايدة الفترة الأخيرة اللي هي بتبقى عبارة عن رصيد أول الفترة الأخيرة، طب هي دايما رصيد أول بتاع الفترة الأخيرة عبارة عن إيه؟ عبارة عن قيمة القسط المتساوي اللي هو القسط المتساوي 100000، هنضرب ال 100000 في 8 على 100 في نون شارت اللي هي 3 على 12، الناتج اللي هيطلع هيديني مجموع الفوائد اللي اتحملها المدين. طيب ممكن يقول لي احسب مجموع المبلغ الربع سنوي، متوسط المبلغ الربع سنوي المسدد، يعني ايه متوسط؟ يعني كل المبالغ اللي هيسددها على عدد الاقساط. يبقى معنى كده ان هو هنجمع اصل القرض زائد مجموع الفوائد اللي هو اتحملها بالكامل، المجموع ده هنقسمه على عدد الاقساط، يبقى ده عباره عن متوسط المبلغ الربع سنوي المسدد. كده انا بخلصت الفائده البسيطه وهبدا معاكم الجزء الثاني اللي هو الخاص بالفوائد.